مساء الخير. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، برحب بحضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة من أيام بيت النادي الأهلي. الأهلوية اللي أكيد في حالة دلوقتي من الفرحة والسعادة بسبب الانتصار المهم وأولى خطوات، يعني إيه، نحو العشرة إن شاء الله. النهاردة خطوة بيحققها فريق النادي الأهلي النهاردة على سونيديب بطل النيجر في العاصمة النيجيرية طبعا نيامي، في مباراة الذهاب 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. هدف رائع للدبابة المالية إليو ديانج. الحمد لله بنقرب من التأهل لدور ال 16. كمان عايزين نبارك لفريق كرة السلة في النادي الأهلي، ده عد الفوز المستحق على سبورتينج في أو قبل نهائي دوري المرتبط لكرة السلة. بنقول لهم ألف ألف مبروك، دايما الأهلي مفرحنا، دايما في انتصارات والتسعة والشاعة حلوة علينا كلنا الحمد لله. خليكم معانا متابعينا في البيت الكبير وكل الكواليس اللي عايزين تعرفوها عن فريق الأهلي عقب طبعا المباراة هتشوفوها هنا في البيت الكبير. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير يا سارة، اهلا بيكي. طبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك للنادي الاهلي، خطوه مهمه جدا في مشوار طويل، لسه المشوار طويل لكن بدايه قويه جدا للنادي الاهلي. بنبارك طبعا للنادي الاهلي ولاعبته رغم الصعوبات. النهارده الفوز على سونديب البطل النيجر، رغم طبعا زي ما حضراتكم شايفين سوء ارضيه الملعب اللي اثرت ما فيش شك على الاداء الفني للنادي الاهلي، لكن خطوه مهمه جدا. النادي الاهلي النهارده يعني فوز مهم على طبعا البدايه وحمى البدايه. النهارده بدايه بطوله جديده، بطوله العشره ان شاء الله للنادي الاهلي. أليو ديانج بيثبت كل يوم انه صفقه من اهم صفقات النادي الاهلي يمكن اخر 10 سنين، بيأدي اداء اكتر من رائع، هدف رائع في توقيت مهم جدا جدا. الاهلي عازم على الحفاظ على اللقب الافريقي بالرغم الظروف الصعبه، زي ما حضراتكم يعني كنتوا متابعينا هنا ومتابعين فرقتنا اللي مر بيها رحله النيجر، ويمكن ابرز العناصر اللي كانت غايبه عمرو السوليه، قفشه بنتكلم على رامي ربيعه، لكن النهارده كمان ارضيه الملعب السيئه جدا جدا، يعني خلاص احنا كنا بنقول احنا في القرن، خلاص داخلين القرن ال21 على الاتحاد الافريقي كمان، انه لازم يبص لهذه التدعيمات. بعض الانديه اللي بتلعب في الدوري الافريقي او في البطوله الافريقيه انها لازم تكون عندها ارضيه مناسبه جدا، لكن لعيبه الاهلي رجاله دايما متعودين منهم على قهر الصعاب، وده اللي حصل النهارده بالفعل. فوز مهم جدا كمان في غياب موسيماني، زي ما احنا عارفين الحاضر الغائب، لكن كان متابع كل صغيره وكبيره من خلال المباراه مع الجهاز الفني مع الجهاز المعاون قبل السفر واثناء وقبل المباراه وحتى في اثناء المباراه. تالق زي ما قلنا أليو ديانج بشكل كبير جدا، سجل هدف اكتر من رائع. وخلينا نقول يمكن اتكلمنا ان المباراه على الورق كانت مباراه سهله، لكن كمان خلي بالكم في نتيجه كمان، الوداد المغربي بيخسر امام الملعب المالي 1-0. احنا عارفين الوداد طبعا كان من ضمن المربع الذهبي في النسخه الماضيه، فده بيقول كمان ان كان فوز مهم جدا. الناس بتقول فريق متواضع، فريق متواضع على الناحيه الفنيه، لكن كان فوز مهم. شفنا الوداد بيخسر في مالي 1-0، يمكن بتصعب مهمته في المغرب، لكن كل طبعا التوفيق لفرقتنا، مبروك لفرقتنا، مبروك لأليو ديانج خاصه، رجع مره ثانيه بعد طبعا غياب طويل جدا. يمكن أليو ديانج قبل المباراه ديت كان قاعد فتره طويله ما لعبش بشكل كبير، لكن النهارده بيثبت انه على مستوى عالي جدا ومن اهم اللعيبه اللي النادي الاهلي يمكن يعني تعاقد معاها في الفترات الاخيره. احنا دايما طب احنا طبعا يعني بنقدم لهم كل التحيه، بنقول لهم الف الف مبروك، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، وده اللي عايز اتكلم فيه. انت النهارده كان اكبر خوفك ان اللعيبه دي اي حد فيهم لا قدر الله يتصاب، الاصابه طبعا. انت شفت النهارده النجيله العاليه في اجزاء من الملعب، ما كانش فيه نجيله خالص، صحيح. الجو طبعا والمناخ اللي كان هناك مش مؤهل، واول مره لعبتنا من فتره طويله جدا تلعب 4 العصر، دي 4 العصر بتوقيتنا ديت كانت برضو صعبة، وهناك بقى شوب على رأي الشوام، رطوبة بقى وحر يعني لعيبة الأهلي بس طبعا، بس لعيبة رجالة كنت جدا بقى عايز طبعا. أتكلم في كده يعني النهاردة حسيت لا أنا بلاعب برضو، يعني مع احترامنا طبعا الكامل سونديب في النيجر، بس هم
من أول لحظة في الملعب لا في مسؤولية، في أولى الخطوات هنحققها يعني فاهم، بنموت نفسنا زي ما بيقولوا، زي ما بقول لك لازم ناكل النجيلة اللي ما كانتش موجودة يعني زي ما بقول لك أسهم الماتشات اللي زي دي يمكن كمان أكبر دليل زي ما قلت الوداد بيتغلب من الملعب المالي رغم الفروقات الفنية، لكن البدايات دايما في حمى البدايات والحمد لله كانوا النهارده رجاله، حتى الاولاد اللي اول مره يشاركوا كانوا على قد المسؤوليه، خاصه زي ما بتكلم مع حضراتكم اليو ديانج. اليو ديانج من افضل الصفقات في يمكن 10 سنين الاخيره للنادي الاهلي، عندنا لقاء مع اليو ديانج عريس اليوم وصاحب الهدف، هدف الانتصار على سونديب في النيجر، نشوف اللقاء ونرجع مع حضراتكم. وببارك لك النهارده على الفوز وعلى الهدف، مباراه كبيره وده دايما المستوى المنتظر واللي بنشوفه كل مره من اليو ديانج. السلام عليكم دابور تو دابور فيليستاسيون ا ليكيب اي فيليستاسيون ا تو لي فانز دي الي. Ça a été un grand match, ça a été un grand match, un match à l'extérieur et un 3 points. Donc ça félicite, c'est un travail d'équipe. Donc on est bien parti pour la nouvelle Ligue des Champions. وطبعا بيقول السلام عليكم وبيبارك لزمايله وبارك لفرق الجماهير النادي الاهلي. بيقول الماتش طبعا كان ماتش كبير وماتش بنلعبه في اول بطوله افريقيا في منافسات البطوله الجديده، والماتش خارج الارض وكان يستلزم تركيز واداء جيد، والحمد لله احنا عملنا ده وحققنا فوز وحققنا اول 3 نقاط يعني اول فوز في المسير. اليو ديانج اصبح واحد من اللعيبه اللي جماهير النادي الاهلي بتعشق اليو ديانج وبتحب اليو ديانج، وثقه كبيره جدا بتضعها جماهير الاهلي في اليو ديانج، ودي نقطه مهمه جدا وشيء كبير جدا. واي Déjà, ça fait plaisir d'attendre, ça fait plaisir d'attendre ça. Et à chaque fois quand je sors, j'ai les supporters, ils m'accueillent comme ils m'accueillent énormément bien. Donc, je suis fier et ma prestation, elle est bonne. Donc, c'est pas moi seul, c'est l'équipe. Donc, je peux rien faire sans l'équipe. Donc, je remercie mes coéquipiers. Donc, ils m'ont bien accueilli depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et j'essaie de faire le maximum et je vais continuer à faire le maximum pour l'équipe, Inch'Allah. وهي يسعدني اسمع حاجه زي كده، وانا فعلا بخرج في اي حته بشوف جماهير بيعاملوني ازاي بحب، وحاجه زي كده تسعدني وحاجه زي كده بتساعدني اني ادي كويس في الملعب. وبالنسبه للفوز ده بشكر زمايلي عليه وادائي كويس بشكر زمايلي عليه، لان مش ممكن انجح من غير مسانده زمايلي في الملعب، وانا احاول ابذل قصارى جهدي لافضل ادي افضل اداء عندي عشان جماهير الاهلي عشان استحق الحب والتقدير منهم. النهارده 3 في نص الملعب، ديانج، حمدي فتحي واكرم توفيق، وتبادل الادوار ما بينهم في ارض الملعب، والزياده الهجوميه اللي بيعملها اليو ديانج ادت النادي الاهلي الافضليه النهارده في اللقاء. Oui, c'est le conseil du coach. Donc on est obligé de l'adapter. Donc on est obligé de nous adapter pour les consignes. Donc aujourd'hui on a joué trois milieux de terrain. Donc ça a fonctionné. L'essentiel c'était les 3 points et on a eu les 3 points. Donc ça veut dire on a bien appliqué les consignes. Alhamdulillah. اه طبعا دي تعليمات المدير الفني، ولازم طبعا نطبق تعليماته بالشكل اللي هو عايزه. احنا عملناها، لعبنا 4-3 في وسط الملعب النهارده وطلعت كويس، لان يعني بتعليمات المدير الفني وساعدتنا نحقق الفوز النهارده ونكسب 3 نقاط اللي هو اول فوز. اخيرا انا بشكره وبقول له مع كل هدف وبطوله يجيبها هنجيب له احنا فوزدو كتير، عشان عارف ان هو بيحب الفوزدو. Ouais, c'est l'un de mes fruits secs préférés, donc j'aime bien, merci. هنجيب لك فوز كتير. ان شاء الله، شكرا. من وقت المكسرات اللي بيحبها، بشكركم، ميرسي. ويحق له يعني فوزدق يعني، ما النهارده ما انت كنت نجم المباراه يعني عادي، اكيد ديانج نجم كبير وقوه هائله لخط وسط الاهلي اكيد. الحقيقه لاعب بمواصفات خاصه، مجهوده يمكن واضح للجميع النهارده، ربنا يبعد يعني عنك شر الاصابات يا ديانج. فعلا بقى واحد من افضل اللعيبه داخل قاره افريقيا، لكن النهارده كمان يمكن الفوز ده قرب جدا الاهلي من التاهل لدور ال 16 قبل مباراه العوده اللي هتتلعب في القاهره ان شاء الله الفتره اللي جايه. كمان النهارده يمكن الجهاز الفني بيمنح الفرصه للعديد من اللعيبه، يعني احنا عندنا اكرم توفيق، احمد رمضان بيكم، محمود وحيد، احمد ياسر، ريان طاهر، محمد طاهر. الحقيقه
كل اللاعيبه ديت كانت متالقه النهارده، وافتكر كانت عند حسن ظن الجهاز الفني لان لعبوا في ظروف وفي توقيت صعب. احنا يوم بعد يوم اكيد برضو سقف طموحاتنا بيزيد مع الجيل اللي موجود حاليا تحت قياده موسيماني. فمش عايزين ننسى كمان انه الاهلي نجح انه يعني يتخطى زي ما انت قلت كابتن هاني حمى البدايه، ودي حاجة مهمة جدا. دايما يعني انتوا عارفين انه اي بطولة بيكون فيها مفاجآت، بس الحمد لله احنا بنتكلم عن بطل، النادي الاهلي بطل، فاكيد مهما كان في مفاجآت او اي توقعات او اي سيناريو فده يعني الاهلي بيكون مستعد له بشكل كويس. فعلا فرحتنا النهارده فرقتنا، وزي ما احنا عارفين ولا غيره يفرحني، بالذات في 2020 فعلا ولا غيره فرحني فعلا. انا بتكلم على التاسعه. فالحمد لله دايما كده نفضل نحتفل بانتصارات فريق الاهلي هنا معاكم في البيت الكبير. بس خلونا قبل ما نكمل اخبارنا نروح نشوف تقرير مع ثلاثي الجهاز الفني. عندنا جونسون، طبعا كيفن جونسون المدرب العام للفريق الاهلي اللي طبعا بيقود الفريق بعد ما موسيماني اتصاب بكورونا فيروس، بنقول له برضو الف سلامه عليك مره ثانيه وثالثه. كابتن سامي قمصان مدرب المساعد، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ورئيس البعثه في النيجر، نروح نشوفه قالوا ايه لفاروق صلاح مفادنا لنيجر، ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. الحمد لله طبعا يعني فوز زي ما انت ذكرت مهم جدا في بدايه المشوار في ظل اجواء برضو كانت لحد كبير مش سهله، يعني انت خارج من التحامات في المباريات، ومباريات لها قوه شديده جدا، مباراه الزمالك يوم 27 ثم مباراه الاتحاد السكندري في سيمي فاينل كاس يوم 1 وبعدين فاينل كاس يوم 5 استمر الوقت اضافي، وبعدين عندك بدانا دوري على طول يوم 12 وبعد كده او 13 وبعد كده لعبنا يوم 18 مع المحله، وجينا النهارده بنلعب هنا في النيجر في رحله طيران، يعني برضو ما كانتش سهله الحمد لله. 400 يعني كمان يعني ما جينا بطياره خاصه طبعا ريحتنا كتير جدا الحمد لله على كل شيء. فطبعا يعني في ظل غيابات بقى عناصر مهمه في الفريق، فده كل دي بيؤدي طبعا لصعوبه اللقاء مع فرقه بتلعب على ارضها برضو بشكل معين، بتعتمد على الكور الطويله والالتحامات وارضيه الملعب والجو. اعتقد ان اللعيبه قدمت مباراه النهارده يعني من حاله التركيز يشكروا عليها. Yeah, in it's the same way like I said. It's about giving players the opportunity to play, giving the technical staff a little bit more of a headache. It's about understanding who we giving breaks and who we playing. And now the coach will probably say, you know what, I have a bigger headache in the future because I know this player can play there, that player can play there. This player has got time. That player needs time. So that's what we're trying to create. زي ما حضرتك قلت برضه دي النقطة دي بتبقى رد على النقطة السابقة برضه، حكاية إن اللعيبة بدي لعيبة جديدة وبرضه بجرب طريقة لعب جديد. طريقة لعب جديدة لو اللعيبة بتاعتي يعني في إصابات هقدر أغير طريقة اللعبة وأوافقها على حسب اللاعبين المتاحين، ودي هتبقى حاجة كويسة إن أقدر أقول يبقى عندي فكرة مين ممكن يلعب فين ومين ممكن يأدي قد إيه في المباراة. البدايات مهمة جدا، وممكن ده اللي الراجل اتكلم عليه وأكد عليه. مهم جدا ان انت تعمل بدايه كويسه، خصوصا ان انت بطل القاره بتلعب على اللقب، لازم تحافظ على اللقب بتاعك. انت عارف الفرقه قدام الاهلي كل الفرقه بتقاتل قدام النادي الاهلي عشان انت بتلعب قدام بطل افريقيا، فده طبيعي يعني اللي انت تقاتل وتعمل اقصى حاجه من عندك يعني. فلكن الحمد لله رغم الغيابات ديت ورغم ظروف الملعب ودرجه الحراره اعتقد اللعيبه الحمد لله ادت مباراه طيبه يعني وعملت الغرض من المباراه يعني، والحمد لله اللي احنا كسبنا. طبعا شفنا التقرير وقد ايه التكامل. لو بدانا بالكابتن سيد عبد الحفيظ بنشكره شكرا جزيلا على ادائه على المستوى الاداري وكمان على مستوى رئاسه البعثه، كان مجهود كبير جدا قام بيه السيد كابتن سيد عبد الحفيظ. كمان
ما ننساش ان كمان اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتوفر كل وسائل الراحه من طائره خاصه لشيف طالع مع الفريق، يعني بيشتغلوا زي ما بنتكلم دايما طبيعه النادي الاهلي بيشتغلوا بشكل اكتر من رائع وبشكل احترافي كبير جدا. هنيجي لكيفن جونسون ده المدرب العام كمان بيتكلم على قد ايه التواصل كان مع موسيماني وقد ايه كمان الفكر موحد. تلاه طبعا كابتن سامي قمصان وقد ايه شكر اللعيبه على المجهود رغم الغيابات، لكن ما حسيناش ده في المباراه، وزي ما قال حمى البدايه بتبقى صعبه شويه، الولاد قدوا مباراه طيبه على سوء الارضيه وسوء الجو شويه، لكن مباراه ادينا الغرض منها الفوز والطلوع بفوز خارج الارض. وخلي بالكم النادي كمان الاهلي يعني كسر كمان انجاز كبير جدا ان ده المباراه رقم 40 النادي الاهلي النادي التاريخي على مستوى التاريخ في قاره افريقيا اللي بيحقق 40 فوز خارج الديار، ده كمان مهم جدا. يعني النادي الاهلي فوز، لكن فوز كمان كان 39 مباراه كان هو صاحب هذا الرقم، لكن كمان بيوسع الفارق بقى النادي الاهلي النادي الافريقي على مستوى تاريخ البطوله اللي بيحقق 40 فوز في خارج الديار، وكل دوت طبعا يعني توالي انتصارات النادي الاهلي. اللعيبه كمان اعتقد خلاص قفلوا صفحه سونديب تماما، عشان اكيد في مواجهه قويه جدا جدا امام نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، ده طبعا بعد تاجيل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك لاجل غير مسمى. طبعا اللي كان متحدد لها تتلعب في نفس الوقت يوم الاثنين، لكن بناء طبعا على قرار اتحاد الكوره الاخير هنلعب نادي الاتحاد ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 7:30، الزمالك هيلاعب سموحه في نفس اليوم الساعه 5، ويعني دوت استعداد بقى ونخش تاني في اجواء الدوري. احنا عارفين النادي الاهلي لعب مباراتين متصدر البطوله، ان شاء الله كمان مباراه مهمه جدا امام الاتحاد السكندري، وانتم زي ما انتم عارفين دايما مباراه الاهلي والاتحاد ليها طابع خاص. يمكن كمان نفتكر مباراه قبل النهائي ويعني مباراه الاتحاد والاهلي في كاس مصر وقد ايه كانت مباراه مهمه جدا، فكل التوفيق ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. طيب الله. نروح لاخبارنا العالميه. النهارده هنبدا اخبارنا العالميه من الاتحاد الدولي الفيفا. اعلن النهارده موعد اجراء كاس العالم للانديه نسخه 2020، طبعا اللي هيشارك فيها النادي الاهلي. اعلن فيفا ان القرعه يوم ان شاء الله هتكون يوم 19 يناير، هتقام هذه القرعه في العاصمه السويسريه زيورخ. تعالوا مع بعض نشوف تقرير نعرف تفاصيل اكتر عن قرعه كاس العالم للانديه ونرجع معاكم في البيت الكبير. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2020 والتي ستقام بقطر للموسم الثاني التوالية. وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن القرعة ستقام في 19 من يناير المقبل بالعاصمة السويسرية زيورخ، حيث من المقرر أن يوفر فيفا الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتحدد رسميا 6 فرق مشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية، وهم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا، أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بطل الكونكاكاف، الدحيل بطل الدوري القطري. ويتبقى الآن معرفة بطل كأس ليبرتادوريس، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية في 30 من يناير المقبل بالبرازيل. وكان الأهلي صعد لمسابقة كأس العالم للأندية للمرة 6 في تاريخه، حيث سبق لقلعة الجزيرة وأن وصل في 5 نسخ سابقة أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013. ومن المقرر أن يكون أمام الأهلي 3 طرق في دور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي أو بطل آسيا أو بطل الكونكاكاف. في المقابل سيلعب بايرن ميونخ بداية من دور نصف النهائي، وسيلعب بطل أمريكا الجنوبية من دور نصف النهائي أيضا.
لسه بنكمل مع اخبارنا العالميه. النهارده يوفنتوس الايطالي يعني بقياده ليوناردو طبعا بنوتشي اللي اعتذر للجمهور بعد الخساره، خسروا طبعا 3-0 النهارده من فيورنتينا امبارح في الدوري. فبنوتشي النهارده يمكن اتسبب في هدفين دخلوا في مرمى يوفنتوس زي ما حضراتكم شايفين كده، يمكن في النهارده انتقادات واسعه او كبيره جدا عليه، لكن يمكن كتب على انستغرام انه ده أسوأ أداء ليوفنتوس في النصف الأول من الموسم، وهو طبعا أكيد أحد أسبابه، لكن اعتذر هو للجماهير نيابة يعني عن يوفنتوس وقال لا يوجد شيء يمكن إضافته. أكيد اللاعب بالخبرة بتبقى غلطته غير أي غير غلطة أي لعيب تاني، يعني ده من وجهة نظري. مظبوط يعني. لا كمان بنوتشي لعيب كبير واسم كبير، وهو لا. المفروض أحد أسباب فوز الفريق، يعني صحيح. أنت بتتكلم عن نجم كبير زي ده، لكن طبعا كانت مفاجأة كمان إن أنت عارفة كمان اليوفنتوس دلوقتي تقريبا في المركز الرابع، يعني في الإنتر وميلان ونابولي وبعدين اليوفنتوس كمان. خلي بالك من خلال اللقطة أنا لمحت ريبيري ده اللاعب الفرنسي الكبير، رغم إن فورنتينا في المركز ال 14، لكن ريبيري كمان رغم عنده 37 سنه بيأدي بشكل اكثر من رائع، ويمكن كان بعض الصحف الايطاليه اشادت بريبيري رغم كبر سنه 37 سنه، لكن كان عامل اساسي كبير جدا في الفوز الكبير فورنتينا على اليوفنتوس 3-0. طيب تعالوا نروح لريال مدريد وباريس سان جيرمان اللي بيتفاوضوا طبعا مع نجم المان سيتي دي بروين. كيفن دي بروين بدأت المفاوضات معاه من خلال الناديين الكبار دول، لكن طبعا يعني احنا عارفين ان دي بروين هذا اللاعب الكبير البلجيكي عنده عقد ممتد مع المان سيتي ل 2022. النادي الانجليزي طبعا بيقرر كمان يجدد له العقد لغايه 25 خوفا طبعا من بعض العروض الكبيره. مانشستر سيتي بدا محادثات بالفعل مع دي بروين على تجديد عقده، وعرض عليه 300,000 جنيه استرليني في الاسبوع، واعتبر يعني بيعتبر هذا الراتب من اكبر الرواتب في البريمير ليج من خلال احصائيات كبيره جدا، بيعرض عليه ان يكون اكبر راتب يحصل عليه لاعب في البريمير ليج. دي بروين لعيب كبير جدا بيعمل شكل اكتر من رائع مع المنتخب البلجيكي وكمان مع المان سيتي. هو طبعا ظهر بشكل لافت للنظر، بس اعتقد انه صلاح يعني خطف الأنظار من كل لاعيبة الدوري الإنجليزي الحقيقة. نروح لفليكس كروس، وده طبعا يمكن هو ده يبقى أخو توني كروس نجم ريال مدريد، وبيلعب النهاردة في نادي إنترلاخت الألماني، وصرح كده لإحدى الصحف الأسبانية بأن ميسي نجم برشلونة الأخ هو اللي بيقول كده ما كانش يستحق التواجد مع رونالدو وليفاندوفسكي في جوائز الأفضل المقدمة من فيفا عن عام 2020. بعض الناس يمكن اختلط عليها الأمر ده وافتكروا أنه توني كروس هو اللي هاجم ميسي، وبدأوا فعلا ينتقدوه ويقولوا ازاي يصرح بكده. طبعا هو طلع بعد كده وقال للجمهور، قال لهم على تويتر بأنه التصريح ده وده مش كلام أنا، ده كلام أخويا، ويعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار كده، يعني قال لهم حاجات. هو كمان هناك الصحافه بتلعب برضه، خلي بالك يعني بتلعب بالمانشيتات، يعني هم بيكتبوا كده بالظبط، يعني هم بيكتبوا كروس، يعني كروس ممكن يكون توني كروس، ممكن اخوه الكبير الصغير، فهم لعبوا بالجزئيه ديت. لكن هو طبعا توني كروس اللاعب الالماني الشهير طبعا لاعب ريال مدريد طبعا نفى الكلام دوت وقال مش انا اللي عملت كده، اخويا اللي عمل كده. طيب تعالوا نروح للمدرب الايطالي برضه الشهير كارلو انشيلوتي اللي دلوقتي طبعا بيدرب ايفرتون. كشف عن مفاجاه ان الاسطوره طبعا اليكس فيرجسون اسطوره المان يونايتد كان عرض عليه خلافته في تدريب مانشستر يونايتد. انشيلوتي قال في تصريحات نقلتها صحيفه داسان البريطانيه ان علاقته مع فيرجسون مستمره وقويه جدا، ووقتها يعني فعلا فيرجسون عرض عليه انه يمسك المان يونايتد، لكن هو رفض في الوقت ده لانه كان كمان قريب قوي من تدريب ريال مدريد. انشيلوتي طبعا احنا عارفين بيقود ايفرتون، بيحقق نتائج جيده جدا في البريمير ليج السنه دي مقارنه طبعا بالسنه اللي فاتت، فيعني كان من محض الصدفه انه طلع قال ان انا كان معروض عليا طبعا المان يونايتد، لكن هو كان قريب جدا من تدريب ريال مدريد. خلاص خلصت اخبارنا وفقرتنا في الاخبار، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله الناقد الكبير الاستاذ محمد القوسي يكون معانا هنا في البيت الكبير.
رجعنا مع حضراتكم وفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة مع الناقد الكبير محمد القوسي. بنرحب بيك في بيتك وبيت النادي الأهلي، منورنا. أنا بيك كابتن هاني، ومبروك الماتش. ربنا يخليك، مبروك لحضرتك ولكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. الحقيقة يعني مكسب حلو، لكن أهم حاجة في المكسب النهاردة إن مفيش حد أصيب في لعيبة النادي الأهلي. يعني ده أهم مكسب. الجرن القمح اللي كانوا بيلعبوا فيه النهاردة حاجة صعبة، الغيط بتعبيرنا اللي بنطلقه كلنا عليه الحقيقة. يعني ملعب المدرسة الإعدادية اللي كنت فيها من 30 سنة كان أحسن الملعب ده حقيقة. احنا كلنا قلقنا، حتى ويمكن من مع يعني مراسلنا فاروق صلاح وكان نقل التدريبة الأساسية على ملعب المباراة، كلنا قلقنا صراحة حاجة من الأرضية، واللعيبة كمان اشتكت حاجة مزعجة الحقيقة. يعني شفت ببص على الماتش النهاردة وهو بيتعرض في الأول الملعب، لا ده مش ملعب كرة خالص، ده مش ملعب كرة خالص، ده ملعب يدمر لعيبة، يصيب يعني خسرك لعيبة بملايين. ازاي الاتحاد الافريقي بيوافق على فرق تلعب في دوري الابطال وهي ما عندهاش ملعب؟ يعني زي ما حضرتك بتقول لو ما انت ما عندكش ملعب تعالى العب الماتشين هنا على ملعب، نوفر لك ملعب ولعب عليه، لكن انت تاخدني هناك في فرقه ممكن لاعب يصاب ما استفدتش منه بقيه الموسم. يعني طبعا حاجه سيئه جدا. خلي بالك النيجر من الدول الجميله، يعني انا سافرت مع المنتخب كذا مره، النيجر بلد حلوه وشعبها على فكره مسالم جدا، مشكلة طبعا. لكن الامكانيات محدوده شويه، لكن طبعا. ده دور زي ما حضرتك بتقول دور الاتحاد الافريقي، ان هو عمليه التطوير على مستوى الملاعب لازم تكون افضل من كده. يعني انت عشان تعمل بطوله ناجحه ويبقى ليها جمهور وليها تسويق وتتشاف في كل انحاء العالم لازم تشرف على كل الحاجات دي بنفسك، تشرف على الملاعب، تشرف على اوضه اللبس، تشرف على المدرجات، تشرف على النقل التلفزيوني. مهم جدا. يعني لازم، يعني في دول عندها قدرات نقل تلفزيون عاليه فدي اوكي، لو دول ما عندهاش نقل يبقى الاتحاد الافريقي لازم يبقى فيه شروط واشتراطات معينه. يعني في بعض الالعاب النهارده ما كانش بنشوفها او ما كانتش بتتعاد او يعني حاجات كتيره جدا المفروض تكون حاططها وليها اساسيات وليها اولويات موجوده عشان تقدر تعمل ده. دور الابطال حاجه عظيمه جدا يعني، فالمفروض يبقى في يعني كل حاجه بالظبط تعلي قيمته، يعني عشان تعلي قيمته ان كل حاجه يعني محسوب حسابها بمنتهى الدقه يعني. فطبعا الحمد لله ان لعيبه الاهلي النهارده خرجوا من غير اصابات، الحمد لله ان كسبت النهارده المباراه طبعا واتفقت في الجوله الاولى. كانت فرصه كمان كبيره جدا لتجربه عدد كبير جدا من اللعيبه واحسن الجهاز الفني ان اراح بعض اللاعبين الاساسيين الكبار زي علي معلول. يعني تخيل خاف ان هو يصاب فريحه مثلا يعني، فدفع بعدد كبير جدا من الشباب اللي عنده قدره يجري في الملاعب دي. فكانت فرصه كبيره جدا. شفنا بيكام، شفنا كل لعيبه يعني اكرم لاعب صلاح موت، كل المجموعه لعبت بشكل جيد وشكل مميز. كهربا بدا النهارده المباراه، ياسر ابراهيم ما كانش بيلعب لعب. انا كنت هكلمك فعلا على التشكيله، يمكن كان كل متوقع ان التشكيله هتكون هو في اختلاف شويه، كان الفكره كانت في مين هيلعب دور قفشه ودي اتحلت شويه في نص الملعب، لكن كمان علي معلول بنشوف محمود وحيد بيأدي بشكل جيد. كمان ياسر ابراهيم كمان كنا كلنا بنقول ان ايمن اشرف هيلعب جنب بنون، لكن كمان بيدي ياسر ابراهيم، ودي رؤيه جهاز فني يعني. بعتقد طبعا يعني دي فرصه كويسه ان يبقى معاك كل اللعيبه يعني جاهزه معاك تلعب بالزبط. في اي وقت وما فيش حد يقعد بره خلاص يبرد ويتلج وحطه في الثلاجه وانا معتمد على مجموعه الا لما تحصل مشكله. لا ده انت عندك المجموعه كلها موجوده، جبت النهارده ياسر ابراهيم بتلعبه فبقى عندك ثلاث مدافعين وده بيخلق نوع من المنافسه والدوافع عند اللعيبه اللي بينزل بيجيب. شفنا ياسر ابراهيم بيأدي ازاي النهارده وحماس وبيلعب وبيكتشف، شفنا بدر بنون بيطلع وبيشارك في الهجوم وبيسدد كوره جميله، يعني حاجات جميله وحاجات مميزه. شفنا بيكام بيتفرج عليه بشكل جيد وشكل مركز، اكرم توفيق ما شاء الله لعبت بثلاث ديفندات في وسط الملعب، شفنا محمد طاهر لعب برضو ادى بشكل جيد شريف. لا الحقيقه كانت يعني انا شايف ان هي تجربه يعني مثمره ومفيده للاهلي، وكللت بان الفريق خرج من غير اصابات من المباراه علشان ربنا يسترها معايا الحقيقه. طبيعي، ولسه كنت بتكلم في الانترو كمان على يعني كلنا شفنا المباراه، الخصم متواضع فنيا وده شيء طبيعي، لكن المباريات ما فيهاش كبير، وشفنا الوداد بيتغلب من الملعب المالي النهارده في نفس الجوله 1-0، ويمكن المأمورية بقت صعبه شويه على واحد من كان موجود في المربع الذهبي في النسخه الماضيه. تمام، يعني كره القدم دايما يعني التوقعات دايما، يعني انا ضد مساله التوقعات، في فوارق بين الفرق لكن ممكن تحصل حاجات في الملعب تخليك تفاجئ بكره القدم، وده سر جمالها وحلاوتها والذهول اللي بتقدمه لنا. يمكن انت حضرتك لسه كنت بتتكلم على ماتش فيورنتينا واليوفي
بالظبط 3-0 حاجه يعني مش ممكن. في نتائج كبيره جدا بتحصل لفرق كبيره جدا، فالحذر الحذر من الماتشات اللي انت ممكن تاخدها باستهتار او تقول ان انا الماتش محسوم. لو نزلت ارض الملعب وقايل ان الماتش ده محسوم بالنسبه لي، ولد كبير جدا وبنسبه كبيره جدا انك تخسر المباراه، مش تتعادل حتى ولا تكتب. فمهم جدا انك تنزل تتعامل مع اي حد بمنتهى الاحترام، بمنتهى الجديه، بمنتهى التقدير، وعارف كل عناصره وعارف كل حاجه ومذاكره كويس جدا ومركز. وده اللي حسيناه في الاهلي، يعني رغم ان فارق كبير جدا، انت الاهلي بطل افريقيا لسه من ايام مع فرقه يعني لاول مره نسمع عنها الحقيقه في النيجر او كره النيجر بشكل عام يعني. لكن انت بتقابله باحترام وبثقه وبتركيز وبتلعب بحماس وبتسجل هدف. بس كنت خايف من الاصابات، ويمكن في الشوط الثاني كنت ممكن تجيب 3 أو 4 أهداف صحيح، فرص كتير ممكن تسجلهم، جات فرص كتير جدا. فده مهم جدا انك انت تحترم منافسك، تلعب عليه بشكل كبير جدا لغايه ما تحقق هدفك. انا يعني في مقوله دايما بيقول لك ما فيش اي مباراه سهله الا بعد ما تنتهي. لما تنتهي وحقق النتيجه اللي فيها بقى المباراه كانت سهله وجميله جدا بالنسبه له، وحقق فيها النتيجه وحققت منها الهدف بتاعه وحققت منها النقاط اللي انا عايزها. لكن ما دمت المباراه ما بداتش فانت ممكن تفاجئ، وده حصل كتير جدا، ياما مقالب كتيره جدا اتعرض لها الفرق المصريه كانديه، وتعرض لها منتخب مصر. ياما شفنا منتخب مصر في فرق اقل مننا بكتير جدا ضيعت علينا. منتخب مصر في تصفيات افريقيا 2012 خرجنا بسبب النيجر مثلا، يعني مش النيجر دي كسبتنا في حاجه غريبه جدا، الماتش اللي جابوا فيه معزه قبل الماتش ده لو تفتكر يعني. فلا تستهين باحد دايما، يعني احترم كل الناس، قدرها، العب برجوله وبحماس زي ما كنت بتلعب النهارده، اعتقد هتقدر تحقق نتيجه كويسه. وده اللي حصل مع النادي الاهلي، وبعد كده اجي هنا اعمل اللي انا عايزه بقى في ماتش القاهره في ملعبي في اجوائي. خد بالك كمان عندك درجه حراره 38، عندك رطوبه عاليه جدا، صحيح، واخد بالك، عندك رايح وخايف ومرعوب من كورونا ومش كورونا وحاجات صعبه جدا يعني. فطبعا كون الاهلي يحقق هذه النتيجه في هذه الاجواء، انا شايف ان هي نتيجه طيبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا بنبارك للعيبه، لكن كمان هاخد من كلامك ان كمان على المستوى الاداره الفنيه، يعني ده اعتقد تاني ماتش بعد ما غزل المحله ما كانش متواجد موسيماني في الملعب، لكن حسينا وعشنا هذا التفاهم الكامل ما بين اعضاء الجهاز الفني، اذا كان كيفن جونسون، اذا كان كابتن سامي قمصان، من خلال كلامهم وتواصل موسيماني معاهم على طول الخط، ده بيدل انه في تيم ورك شغال. يعني في فرق كتير لما بيغيب عنها المدير الفني بتحس ان لا ممكن الاداء يتغير شويه، لكن احنا شايفين خلال حتى الماتشين اللي فاتوا ان بيشتغلوا تيم ورك والروح حلوه جدا من خلال الاداره الفنيه. تمام يا كابتن، المؤسسات الكبيره بتشتغل كده، واعظم حاجه يعني لو في مدير وعنده اداره ان الاداره دي تشتغل بنفس الكفاءه وبنفس المستوى في وجوده او في غير وجوده. مظبوط، ده اللي هو النجاح. انا كمدير فني سواءك موجود او مش موجود، لو بره الفرقه خالص بتاعه تشتغل بنفس الفكر، لانه بيشتغل بشكل جماعي بشكل منظم، زارع فكره كله بيشتغل عليها، فسواء هو موجود هتتنافس مش موجود هتتنافس، كلام منتهي يعني. فده موسيماني، احنا شايفين موسيماني موجود جوه الملعب حتى وهو قاعد هنا في القاهره، صحيح، موجود بفكره، موجود في التشكيل، موجود في اداء اللاعبين، موجود في التعليمات. فده نجاح كبير جدا جدا للمدير الفني ان الفرقه تؤدي بنفس الشكل وبنفس المستوى دون شعور بعدم وجوده في الملعب. نجاح لكل الجهاز كمان، احنا بنتكلم على المدرب يعني طبعاً. خلينا نتكلم عن مدرب مساعد ومدرب عامل، الحاجات دي مش موجوده في اوروبا، بنتكلم على التيم ورك، الستاف، كوتشنج ستاف بالظبط يعني. اثنين مدربين، كابتن سامي وكيفن جونسون، ده دليل على ان هم كلهم في بوتقه واحده. مزبوط. وفكر واحد ورؤيه واحده. شفنا ده في الماتش اللي اتلعب هنا في القاهره وماتش المحله، الاهلي اداه بشكل قوي وشكل مميز. صحيح. يعني في بعض الفرق لما المدرب بيطرد ويقعد في المدرجات الناس بتبقى متضايقه وزعلانه، وهيدير المباراه ازاي ومش هيديرها ازاي وماسك تليفون فوق وتليفون تحت وتقعد تنظم. كون انك انت في دوله تانية وبتلعب بنفس الاداء وبنفس الشكل، فده دليل على نجاح للجهاز الفني للنادي الاهلي. صحيح. وكمان لازم كمان نشكر السفاره المصريه بصراحه، يعني السفاره المصريه وسياده السفير مكي كان متابع بشكل اكتر من رائع، وشفناه حتى في المباراه من بدايه، مش حتى من بدايه وصول البعثه، من قبل وصول البعثه، والتعاون الكبير مع الكابتن سعد عبد الحفيظ في الاستقبال البعثه، في الاقامه، فندق الاقامه اللي ما كان يبعد حوالي 5-6 دقائق عن ملعب المباراه. تمام. كل ده كمان وانت عارف، ويمكن حضرتك عشت الاجواء دي. سافرت يعني. طبعا سافرنا كتير، بنسافر افريقيا كتير وبنواجه مشكلات، لكن دايما طبعا يعني دايما لما بنروح للسفاره المصريه هناك بتحس انك انت يعني السفاره ما تحسسكش انك انت سبت مصر. صحيح. لان الحقيقه بيذللوا لك كل العقبات، هم قاعدين هناك وعايشين، فعارفين كل كبيره وصغيره في البلد انت موجود فيها، فبيريحوك في كل حاجه، بيوفروا لك الملعب، بيوفروا لك السيارات، بيوفروا لك
اي حاجه انت عايزها بيتم توفيرها. فاعتقد ان طبعا ده يعني واجب، وبنشكرهم طبعا على اديتهم لهذا الواجب الكبير ووقوفهم مع الفريق حتى يحقق النتيجه يعني. ومن خلال اللي احنا كمان بنشوفه باللقطه اللي احنا شايفينها دي كمان بجد. لازم الملعب طبعا سيء جدا لا يصلح، لكن كمان على النواحي البدنيه للنادي الاهلي، وشفنا اللقطه ديت في ظل درجة حرارة 37 مع رطوبة عالية، لكن كمان ما شاء الله يعني النادي الأهلي ولعبته على مستوى بدني عالي. يعني دايما الماتشات دي بتديك إيحاء ان انت واقف على رجليك ولا لا، ودي طبعا احد الفرص اللي ضيع. فكمان المستوى البدني، وفي مدرب احمال كمان على مستوى عالي في النادي الاهلي. لا طبعا ده حاجه مميزه جدا ملاحظينها في المباريات، وانك انت بتلعب دايما حتى لما ما دام زدت في الشوط الثاني اكيد البدني بتاعك عالي. دي ما قضيه منتهيه يعني. مزبوط. لان انك عندك المخزون البدني بتاعك، لو البدني بتاعك اقل بتستهلك معظم الجزء اللي عندك في الشوط الاول، فبتنزل في الشوط الثاني مش قادر تعمل. دي الكره يعني بتاعت بدري بنون طبعا في العارضه، وفرصه من يعني جت فرص طبعا يعني الثاني فرص كتير قوي يعني. كان ممكن تحقق في فرق كبير جدا طبعا في القدرات في كانت بين الفرقتين. يعني انا شايف ان هي تجربه مثمره بالنسبه للنادي الاهلي بكل المقاييس يعني. طبعا كان فوز مهم جدا، وخاصه ان النادي الاهلي راجع على خلاص يوم الاثنين كان ميعاد مباراه نادي الزمالك، هنلعب الاتحاد السكندري، وايضا مباراه صعبه. انت عارف برضو مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري يمكن من المباريات الصعبه، المباريات كمان اللي بتحب تتفرج عليها. رؤيتك ايه لعوده النادي الاهلي للدوري وتاجيل مباراه نادي الزمالك؟ يعني بدايه تاجيل مباراه القمه، يعني انا من وجهه نظري ان كان متوقع، يعني انا متوقع الخبر ده من امبارح ومنتظره بنسبه كبيره جدا. كنت متوقع ان المباراه هتؤجل لاسباب كتيره جدا يعني لا داعي للخوض فيها. المهم ان القرار اتخذ واجلت المباراه وقبل التاجيل بارتياح في كل الاطراف يعني. لكن فكره يا كابتن ان مباراه الاهلي والزمالك يعني ده بيتحول لمأزق بالنسبه لنا، يعني متى نتخلص من هذا المأزق؟ يعني المفروض الثقافه تتغير، الفكر يتغير، الرؤيه تتغير، الحاله تتغير. كنت بتتخلص من ده لما كان الحاج عامر حسين رئيس للجنه المسابقات كان دايما بيعمل قرعه موجهه ويخلي الاهلي والزمالك في اخر الدور الاول وفي اخر الدوري. في اخر الدور الاول حتى لو اتاجلت مش هيعمل لك مشكله ولا هيعمل لك فركشه في المسابقه، وفي اخر الدوري لو حصلت اي مشكله برضو مش هيعمل لك اي ازمه. يعني البعض بيخاف يقول لك ايه اصل ممكن الاهلي والزمالك يظلوا متنافسين فتبقى المباراه الاخيره قتاليه. يا عم مش هتبقى قتاليه ولا حاجه والله، مفيش حاجه اسمها قتاليه يعني مباراه ثلاث نقط زيها زي اي مباراه بالظبط يعني. فكان لازم يعني بقى لنا سنتين بنلعب بقرعه، بنشتغل على قرعه غير موجهه سواء لجنه المسابقات الماضيه او السنه دي لما حطها في الاسبوع الرابع، وكانت النتيجه ان السنه اللي عدت الدوري اتاجل 50 يوم تقريبا بسبب مباراه الاهلي والزمالك لما حصلت مشكله والقصه اللي احنا كلنا عارفينها، وما اتلعبتش برده الدور الاول واتاجل، وادي السنه دي اتحط في الاسبوع الرابع جابتها القرعه في الاسبوع الرابع واتاجلت برده. اذا يعني مساله ان تبقى القرعه موجهه انا من وجهه نظري خلاص خلي الاهلي والزمالك شايفها افضل يعني. البعض يا كابتن بيقول لك يا عم في العالم كله، بص انا من وجهه نظري يا كابتن ان الاهلي والزمالك يعني متغلغلين ومتوغلين في الثقافه المصريه وفي الموروث الرسمي وبيأثروا على الشخصيه المصريه والمزاج المصري، والكلام ده كلنا عارفينه هنقول وما نقولش، بس ده موجود دي حقيقه طبعا بقى موجود يعني. فصعب جدا صعب جدا انك مباراه الاهلي، صعب جدا الاهلي والزمالك يلتقوا خلال اسبوعين او اسبوع في ماتشات كتيره جدا بالشكل ده، فمحتاجين هذا التباعد ان يلعبوا في نهايه الموسم ونهايه الدور الاول. اعتقد ان ده لو حصل كان ريحنا وريح الدنيا كلها، وكانت الدنيا زمانها ماشيه دلوقتي وما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا يعني. طيب اتفضل. لكن التاجيل انا شايفه ان خلاص احنا كله مرتضي بيه وبتاع، واعتقد ان هي هتروح برده لاخر الدور الاول واخر الدور الثاني زي ما، لان برده مش هتلعب في اخر الدور الاول لان مستحيل هينتهي الدور الاول قبل ما تلعب ماتش الاهلي والزمالك، فانت هتلعبه في الغالب في نهايه الدور الاول. فهل هتلعبه في نهايه الدور الاول وتيجي بعد ثلاث اسابيع ثاني تلعب ماتش؟ اعتقد الثاني ممكن يتاجل برده. ما بالتبعيه لو اجلت ده لنهايه الدور الاول اعتقد مش هيبقى بعديها بثلاث اسابيع لكن عامه يعني هو قرار طلع والجميع بيحترمه بشكل او باخر يعني. تمام. الاهلي الزمالك حتى بعض الناس بتقول لك اصل كان في فيروس كورونا. لا حتى على مستوى اللاعبين يعني كل لا طبعا محمود علاء ربنا يشفيه، وكان موجود كمان يعني احد اللعيبه طارق حامد ربنا يشفيه، طارق حامد ومحمود علاء وفي الاهلي كان عمرو السوليه وقفشه. يعني انا شايف ان هي مفيده بالنسبه للطرفين يعني. خلينا نخش بقى في الماتشات. الاهلي هيرجع على ماتش الاتحاد وده ماتش قوي جدا وصعب جدا، وانا شايف ان ما قلش على ماتش الزمالك لان شفنا لسه برضو الاهلي والاتحاد كانوا متقابلين في الكاس وكانت مواجهه صعبه جدا في نصف نهائي الكاس ومواجهه
قويه جدا، ودايما مواجهات الكابتن حسام حسن يعني دايما بيعمل نوع من الحماس الكبير جدا عند اللعيبه بتاعته في ماتشاته، خصوصا في مواجهه الاهلي، في مواجهه الفرق الكبيره تحديدا يعني، لان دي مباراه الناس كلها بتشوفها يعني. مزبوط. فانا شايف انها مباراه مش هتكون سهله على الاطلاق يعني، محتاجه اعداد الاهلي بشكل كبير جدا. الاهلي راجع لسه طبعا وراجع من رحله مجهده، محتاج تجهيز اللاعبين، وفي غيابات عندك اكيد مش هيلحقوا بالمباراه يعني، قفشه مش هيلحق، عمرو السليه مش هيلحق، فهتظل عندك برده مشكله اللاعب رقم 10 موجوده في الماتش اللي جاي، وده ماتش مهم جدا بالنسبه لك. طيب. اعتقد ان حلو يعني النهارده كانت فرصه كويسه يعني، يمكن طاهر اتحرك فيها بشكل ما، لكن الامور اعتقد تختلف في المباراه اللي جايه. السنه دي بغير نادي الاتحاد السكندري يعني طبعا الدنيا يعني تختلف تماما يعني. الاتحاد السكندري فرقه قويه، فرقه مميزه يعني، يمكن بدا عمل بدايه قويه جدا مع بيراميدز في الدوري. طيب. وقدر يكتب وعمل نتيجه كويسه يعني، ماشي بشكل جيد وشكل مميز، ودايما في المباريات الكبيره بتلاقيهم موجودين يعني. فشايف ان هي مباراه لن تكون سهله باي شكل من الاشكال، بل مباراه صعبه جدا، اعتقد الاهلي برده محتاج يركز فيها بشكل كبير ويستجمع كل قواه وكل لعيبته الحقيقه. ووضح دلوقتي يا كابتن ان كل ما كان ان الفرق الكبيره اللي بتنافس على البطولات لازم يكون عندك لعيبه كتير جدا في كل مركز. طيب. وبالنسبه للعيبه الكتيره، ويمكن كمان قرار اللجنه الثلاثيه باتحاد الكوره، وكمان مشوار النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله، وبعض قرارات الخاصه باللجنه الثلاثيه التي تحكم كره القدم النهارده في مصر وقراراتها، هناقش ده مع حضرتك لكن بعد هذا الفصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الناقد الكبير محمد القوسي على اللجنة الثلاثية، وبنتكلم على بعض البنود اللي يمكن أعلنتها اللجنة الخماسية تفيد الكرة المصرية في الوقت الحالي. تمام. بداية دعني أهني صديقي أحمد مجاهد، بالتوفيق يا رب. من الشخصيات اللي أنا بثق في رؤيتها الحقيقة يعني، وعارف كل كبيرة وصغيرة. عنده خبرات كبيرة جدا على فكرة. عنده خبرات كبيرة جدا، عنده خبرات يعني محلية وخلات قارية، وبقى على اتصال بالاتحاد الأفريقي يعني، الحقيقة من الكوادر المهمة جدا اللي أعتقد إن خلال فترة قليلة هيكون ليه بصمة يعني، مهما قلت هذه لكن في قرارات مهمة جاية خلال الأيام القليلة القادمة هتكون في مصلحة الكرة المصرية، لأن دماغه حلوة الحقيقة، وأنا بثق في قدرته على ده، وحد فير ونضيف يعني، إن شاء الله موفق بإذن الله. العملية رفع القوائم 5 لاعبين من 30 ل 35، أنا شايف إن ده نهج موجود يعني. لو بصيت في بطولة أفريقيا منتخب الشباب اللي كان مشارك فيها كانت القائمة 20، الاتحاد الأفريقي رفعها ل 30، وطبعا احنا ما استفدناش لان احنا حتى ال 30 وديناها ل 28 ودفعنا الثمن غالي لحاله الفوضى، ودي ما هزلها طبعا ليها وقتها. القائمه في دوري الابطال كانت 30 بقت 40 مظبوط، فبنزود 10، فطبيعي جدا انك لما تزود ده علشان اي اصابات بكورونا ما تاثرش عليك، ولو اصيب عندك 5 10 15 يعني في دوري الابطال لغايه 26 اصابه تقدر تلعب ماتش، لان عندك بقيت القائمه، او عندك حتى لو 25 واحد وتصيب عندك، فبالظبط الخمسه دول هيكونوا اضافه كبيره جدا للفرق الكبيره، خصوصا الفرق اللي بتلعب في كذا بطوله يعني. عندك النادي الاهلي، عندك الزمالك، عندك بيراميدز، عندك المقاولين العرب، عندك النادي الاسماعيلي في البطوله العربيه. صحيح. اللي داخل عليها قريبا، غير بقيه الفرق برضو مهم جدا بالنسبه لها تضيف يعني. البعض بيقول لك طب احنا مش هنقدر نجيب، خلاص يا عم حضرتك مش هتجيب، مفيش مشكله يعني، بس انت لو عايز تضيف الباب مفتوح قدامك ما عندكش مشكله خالص، اعتقد ان هي هتكون قوه داعمه للفريق في هذه الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. وكمان اعتقد كمان القرار كان مناسب جدا لتمديد القيد، حضرتك عارف انه كان في اول يناير. ودلوقتي كمان مد القيد لمع نهايه يناير 31 يناير، ده كمان مهم جدا، وبيواكب كمان فتره الانتقالات على مستوى العالم ده يعني، مهم جدا طبعا. التصفير العالمي بيبقى لغايه 31 يناير، مهم جدا لان عشان يتسق ده مع القيد الافريقي كمان. صحيح. وتقدر اللعيبه اللي عندك في القائمه المحليه او لو جبت صفقات جديده تقدر تستفيد منها وتسجلها هناك يعني، لان خلاص بقى انت بقيت ماشي في سيستم عالمي، سواء على المستوى المحلي مع المستوى القاري مع المستوى العالمي، فمهم جدا ده يبقى موجود. واعتقد ان التعديل ده تم بسرعه وتم سريعا، لان احمد مجاهد يدرك مدى اهميه هذا التعديل، وكويس جدا ان حصل يعني، وكل هيستفيد منه وكل هيستفيد بيه يعني. الحاجات الجميله الثانيه اللي عملوها اللي هو فتح الاعارات يعني، الاول كان انك تغير 5 لاعبين، لما عندك مثلا 10 لاعبين انك تغير 5 والباقيين تسيبهم فري بقى، خلاص مالكش دعوه بيهم ايا كان، فبالتالي انت بتختار لعيبه يعني. صحيح. فادى الفرصه ان الفرق ان يبقى عندك لعيبه تستفيد منها، والفرق الاخرى اللي محتاجه لعيبه، والفرق اللي محتاجه الاخرى تاخد منها. واعتقد ان الخمسه دول هيفتحوا مجال كبير جدا لعدد كبير جدا من اللعيبه نشوفهم ويظهروا ويلعبوا. صحيح. بدل ما انت بتعاني، طب ما شفنا برضو المقاولين لما اصيب منه 11 لاعب
في مباراه امام النجم الساحلي. اعتقد ان لو عنده لو ما كانش عنده قائمه فيها 40 ما كانش هيعرف يستفيد من هذا المشكله يعني. فطبعا كلها قرارات بتصب في مصلحه الانديه اللي هي بتصب في مصلحه الكره المصريه وبتفيدنا على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري يعني. ده ياخدنا وكانت مفاجاه بالنسبه لك قرار الفيفا بال يعني بالاستغناء عن اللجنه الخماسيه وتعيين لجنه ثلاثيه جديده، ولا كان الامور واضحه لتاخير يمكن اللجنه الخماسيه في وضع لائحه النظام الاساسي وارسالها للفيفا؟ بص انا بالنسبه لي كابتن هاني القرار ما كانش مفاجئ يعني، لان انا كنت بفكر او حسب المعلومات اللي عندي قدامنا طريقين، اما ان اللجنه دي تنفذ المطلوب منها وينتهي دورها وتمشي، او يعني هيجي لها قرار من بره يفرض عليها يعني. وخاصه كان في كذا انذار يعني، ما بقول لك انذارات كتيره جدا، خلصوا 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 انذارات كده. يمكن انا كلمت حضرتك قبل كده كنا هنا ان اللجنه دي كانت جايه لمهمه محدده، اللائحه اساسي مزبوط. وعمل انتخابات، احنا لا ننكر ان هي عملت فار، عملت حاجات، رجعت الدوري في زمن كورونا، كل ده جميل جدا، بس انت الفيفا اصلا الفيفا لا يقبل مبدا التعيين، فعايز اللجنه عايز مجلس اداره منتخب، واحنا عايزين مجلس اداره منتخب الحقيقه يعني. طب انت بتعرقل الطريق لعوده مجلس منتخب ليه؟ ما حدش يعرف. وجالت انذارات كتيره جدا يعني، مثلا موضوع اللائحه بعد ما اتعملت كان قايل له قدامك 10 ايام، راح مودي لهم اللائحه بعد 16 يوم، مش عارف الانتخابات تتعمل لكذا اكتر من مره وبتمدد لهم اكتر من مره، فكانت عمليه غير موضوع الانتخابات برضه يا استاذ محمود موضوع محير جدا دلوقتي خلاص يعني. كمان في قرار من الفيفا لو ما كانش الانتخابات هتجرى قبل نهايه يناير يعني لغايه 31 يناير لازم يكون في انتخابات وفي مجلس اداره معين، مش معين، منتخب من قبل الجمعيه العموميه. تمام. بص يا كابتن، المشكله دايره في اطار يعني الخلاف بين القانون المصري، قانون الرياضة المصري، وبين ما يريد الفيفا أن يحققه. قانون الرياضة المصري ليه اشتراطات معينة، بيقول إن جمعيات عمومية من شهر 7 لغاية 31 أكتوبر، لغاية 31 أكتوبر، بعد كده مفيش جمعيات. وكانت الفرصة متاحة للجنة الخماسية أن تخرجنا من هذا المأزق وتعمل ده، وده أول حاجة ما عملتهاش اللجنة الخماسية، وأخطأت فيها خطأ كبيرا وتكاسلت وتراخت بشكل كبير جدا في تنفيذ هذا المطلب. هم اللي وصلونا للمأزق اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وأجبروا الفيفا أن يعني يتم الإطاحة بيهم وتجي لجنة جديدة عشان تحقق أهدافه. فاللجنة اللي جاية جديدة تقريبا مدتها يعني حوالي 40-50 يوم، هدفها الاساسي هتاخد اللائحه اللي جايه وتدعو الانتخابات وتعمل انتخابات. طب ده بيتعارض مع القانون المصري، طب هنعمل ايه دلوقتي يعني مع القانون المصري واللجنه الاولمبيه اللي بتتكلم فيه المهندس هشام حطب ومعالي وزير الرياضه وكل الشخصيات المحترمه اللي موجوده في الرياضه المصريه. لكن الان يعني في مفاوضات كبيره جدا بين المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه واللي جاي من قبل الفيفا، وبين معالي وزير الرياضه، وبين رئيس اللجنه الاولمبيه، واعتقد يمكن الدكتور حسن مصطفى كمان ليه دور في الموضوع، لان ما لم يتم تحقيق الهدف ربما نتعرض لازمه كبيره جدا. سهل جدا يصدر قرار بايقافك وفي الحاله دي طبعا. طيب لو ايقافك يحصل ايه؟ مش هتلعب في دوري الابطال ولا الكونفدراليه، الاهلي مش هيلعب في كاس العالم للانديه، هتوقف منتخبك من كل حاجه، هتبقى كوارث على الكره المصريه. نتمنى ان شاء الله ان ده ما يحصلش باي شكل من الاشكال يعني. انا اعتقد ان اذا قدروا يتوصلوا لاتفاق مع الفيفا، واعتقد ان ده صعب لان الفيفا عنده اصرار هذه المره على اجراء الانتخابات، فبنسبه كبيره جدا ما هو الفيفا خلاص قال لك 31 يا كابتن يعني. بنسبه كبيره جدا في انتخابات يعني، انتخابات ولازم عشان يبقى في انتخابات على الاقل خلال لو بنتكلم في اسبوع او 10 ايام من دلوقتي بيبقى في دعوه. لا لا، هيتم الاعلان عن الموضوع ده خلال ايام قليله ان شاء الله بالاتفاق طبعا. هي مش عمليه لوي دراع ولا عمليه حاجه يعني، اولا الدوله المصريه لن تقبل باي ضرر للكره في مصر، وده اللي قاله يمكن دكتور اشرف صح. يعني الدوله المصريه لن تقبل باي ضرر للكره في مصر ايا كانت الامور، فهتبقى انتخابات تحت اي ظرف من الظروف، وهتنتهي القصه ويجي مجلس اداره منتخب هو اللي يتولى الامور، حتى لو هيقعد لغايه اللجنه الدوره الاولمبيه وبعد كده يعمل الانتخابات الثانيه. خلاص هم صمموا على هذا الامر واصروا على هذا الامر، فان شاء الله يعني نخرج من هذا المأزق ولا تتعرض الرياضه المصريه لعمليه ايقاف او تجميد، لان احنا مقبلين على يعني احداث رياضيه مهمه يعني. لو جيت لحضرتك ونسبه الاحداث شويه والانتخابات تمت وتم تعيين او انتخاب مجلس اداره يدير الكره المصريه بشكل رسمي، انت تتمنى اول ثلاث قرارات ممكن يقوم بها الاتحاد ايه من خلال رؤيتك انت، او تتمناها يعني اول ما خلاص بكره عندنا اتحاد مصري او اتحاد يدير الكره المصريه، تتمنى اول ثلاث قرارات يطلعهم ايه؟ واحد، انتظام جدول مسابقات الدوري الممتاز. مستحيل.
مش هيتحقق. اتنين عودة الجماهير برضه صعب يعني. عودة الجماهير دي يعني دي مختلفة شوية. تلاتة يعني عودة الانضباط إلى الملاعب المصرية بقوانين ولوائح مغلظة ومشددة تطبق على الكبير قبل الصغير وتفرض الاحترام في المدرجات وفي الملعب وعلى المسؤولين. ثلاث قرارات يعني أنا أتفق معك فيهم، بالإضافة طبعا لرابطة الأندية المحترفة. أنا طبعا ده أساسي، ما ده رابطة الأندية طلع بيها المهندس أحمد جهاد قرار ده خلاص مشكل. ده, لا ده, لا ده, ده أكيد هتبقى لا مشكل. ده خلال ده أعتقد أن المجلس الجاي هيجي لها مشكلة، ودي خطوة مهمة جدا. هيجي يلاقيها مشكلة ولا هيبقى الموضوع يعني هيبقى في مجلس منتخب والمجلس المنتخب ده بيدعو ان يكون في رابطة أندية محترفة؟ ماشي، ما هو بس المهندس احمد مجاهد دعا لهذا وطلع قرار بهذا الامر، لان كمان لجنة المسابقات الان لا تدار بيديرها الموظفين الموجودين في لجنة المسابقات. طبعا بعد استقالة الكابتن مازن مرزوق. فمهم جدا ان يتم تشكيل الرابطه ويعلن عن تشكيلها وطريقه انتخابها وتيجي الرابطه اللي هي بتمثل الانديه، ودي اللي هتدير المسابقه بالكامل. دي اللي هتدير المسابقه بالكامل، هتدير المسابقه من كل الاتجاهات، الحقوق والبث والمباريات والمسابقات والحكام وشؤون اللاعبين، كل ده هيدار. واعتقد ان احنا المهم جدا ان احنا نشوف النماذج العالميه اللي موجوده حوالينا في العالم كله ونستقي منها ما يناسبنا. صحيح. علشان احنا ما نقعدش نالف ونعمل حاجات مش موجوده وتبقى حاجات يعني ما لهاش اساس في الكره العالميه. فعندك روابط كتير جدا في العالم وعامله نجاحات كبيره جدا، وحد يتهم الرابطه بالتحيز للاهلي ولا التحيز للزمالك ولا التحيز للفرق الثانيه ولا الاقاليم ولا الشركات، وننظم بقى عمليه البث الفضائي والفلوس يعني دي كمان داخله في عمليه اقتصاديه كبيره. هتبقى ناس انت بتبيع في املاكك بالظبط. فاعتقد ان الناس هتشتغل بشكل جيد وشكل كويس، بس المهم ان الشخصيات تبقى موجوده تبقى على نفس المستوى الاحتراف وعندها فكر وعندها رؤيه ويبقى ليها رئيس برضو له قدرات كبيره جدا في التسويق وفي الاداره. ده مهم جدا. صحيح. اعتقد ان دي هتبقى نقله كبيره جدا للكره القدم المصريه. المفروض تحتاج حاجات كتير جدا، بتسوق الشعار بتاعك اللي احنا برضو ما بنشوفناهوش لغايه دلوقتي ولا شفنا له اي جديد فيها. هو فين المفروض الشعار ده مش بيبقى على كل التيشيرتات اللعيبه في الدوري المصري؟ وانت بتشوفه حتى في المباريات ما مش موجود، واخد بالك؟ كرة القدم فين؟ كرة الدوري المصري اللي اعلنوا عنها السلبيات؟ الكرة اللي بيلعبوا بيها السنة يا كابتن كرة قديمة من اللي هي بتاعت الموسم اللي فات تقريبا، غير واضحة المعالم يعني. فانت اعلنت عن حاجات وما بتنفذهاش، يعني ده دليل انك بتشتغل بنظام غير مؤسسي. صح. فلما تشتغل بنظام مؤسسي وعندك رابطة يبقى عندك حاجات، والشركات العالمية اللي انت مرتبط معاها بتنفذ التزاماتها معاك، واي حد بيجي بمجرد ان بيشرف على تنفيذ هذه الالتزامات يعني. ففي حاجات كتيرة جدا محتاجة ضبط ومحتاجة ربط ومحتاجة ان احنا نشتغل عليها بشكل كويس جدا عشان نعلي من قيمه المسابقه، لا سيما وان انا شايف ان الدوري السنه دي من الدوريات القويه جدا والمميزه جدا يا كابتن هاني. يعني انا شامم فيه طبعا مع الفرق الكبير جدا يعني الدوري الانجليزي، لكن احنا مش بعيد طبعا، بس مفيش ماتش مضمون عندك دلوقتي. صحيح. يعني تلاقي فريق اسوان اللي متقدم ماتشين وكسبان 6 نقاط بيخسر 3-0 من النادي المصري، فريق المقصه اللي خسران برضه ماتشين برضه بيكسب الماتش الاخير. مقاولين الرابع الدوري السنه اللي فاتت بادي بدايه مش قد كده يعني. فهنشوف صعوبات كبيره جدا، اقصد بكلمه صعوبات فنيه للفرق الكبيره. هنواجه منافسات الحقيقه. انا بشوف ماتش بستمتع بالماتش. لا يعني الماتشات مميزه على المستوى الفني، بنستمتع بالدوري المصري يعني على المستوى الفني. صحيح. يعني بتفرج على الاهداف، شفت فرقه البنك الاهلي بتكسب بثلاثه 3-0 الانتاج الحربي، ولو بجوان وحد بيجيب جوان من بره، في ظاهره انك تسدد من بره وتجيب جوان بقت موجوده كتير جدا عندك. الاداء الفني للاعبين، الجهد الكبير المبذول، انا شايف ان مسابقه الدوري السنه دي يعني ربما لم نراها من سنوات بعيده الحقيقه. ومحتاجة يعني اللي حضرتك بتقول عليه يكون في رابطه تديرها يعني تدير هذا الدوري بشكل احترافي بالضبط. وبشكل تسويقي بنعمل ونعلي قيمة الدوري المصري بشكل كبير. والنقطة التانية اللي يعني برضو تسمح لي ان اناقشك فيها، ان خلاص ماشي الدوري هيكون عنده رابطة، لكن كمان نيجي للنقطة الاهم، ان الاتحاد الكورة هيبقى هو المسؤول الاول والاخير على المنتخبات المصرية. طبعا. والمنتخبات المصرية لازم هنتكلم على منتخب الكابتن ربيع. لغايه دلوقتي زي ما بقول لك الحاله ضبابيه، مش عارفين مين السبب، لكن لما يكون في رابطه مسؤوله عن الدوري المصري وعن تسويقها ويكون اتحاد الكوره هو المسؤول عن المنتخبات، اظن ده كمان في المستقبل هيحل لنا مشاكل كتير جدا. ده مهم جدا طبعا، هو نوع من التكامل بقى، لان الانديه هي اللي بتعمل المنتخبات، ففي تواصل وتكامل بين الجزئين سواء اتحاد الكوره او الرابطه، انك تقدر تتفرغ للمنتخبات بتاعتك، بتجهز لي بشكل كويس جدا، بتعمل لي معسكرات بشكل كويس، بتعمل حاجات كتيره جدا.
بتفرغ لرعايات، لحقوق، لملابس، لحاجات كتيره جدا بتقدر تعملها. اعتقد ان ده هيديك ميزه انك يعني تطور من مستوى الكره المصريه بشكل كبير جدا. فمهم جدا ان احنا نشتغل على ده خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله. يعني اتمنى يعني برضو حضرتك فتحت ملف منتخب الكابتن الشباب كابتن ربيع ياسين، طبعا يعني صدمنا صدمه كبيره جدا في هذا المنتخب، او حزننا حزن كبير جدا على هذا المنتخب، على الولاد وعلى الولاد اللي اتحطم حلمهم. يعني الولاد دول بقى لهم 3 سنين بيتم تجهيز المنتخب عشان يلعب التصفيات دي، ومنها يروح لكاس الامم الافريقيه في موريتانيا، ومنها يروح لكاس العالم بعد كده، ومنها نبدا تطور بيه ل 24 العاب الاولمبيه. فانت ده حاجات كتير جدا. العيال دي يعني اعتقد حضرتك لاعب ومدرب واتعاملت مع الاجيال دي، وخصوصا سن الاولمبي الصغير ده، قد ايه بيبقى عندهم طموح، لان ده مستقبلهم، ده اللي بيحط رجلهم على الطريق ان يبقى لاعب دولي طول عمره، ها لغايه ما هيبدا يبقى عنده 23 سنه. ما هي دي الفكره، ان انت بتستلم من جيل لجيل. يعني انا استلمت جيل مثلا من يعني جيل كابتن ضيا كان راحوا كاس العالم، فانا استلمت منه وخدت افضل عناصر وكملت بيه منتخب الاولمبي اللي هو كان منتخب الشباب اللي لعب في 2009. فهي عمليه ترابط كبير جدا ما بين المنتخبات. في حلقه اتكسرت للاسف، حلقه اتكسرت، فالجيل ده من وجهه نظري اتكسر. في ظروف خارج ارادتنا، لكن في قصور حصل، وده ده اللي عايزين نعرفه. في قصور جامد جدا حصل. احنا هنا مش هنحقق مع حد ولا هنحمل حد مسؤوليه، لكن منتظرين لجنه تقصي الحقائق اللي شكلتها اللجنه الثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد كي تكشف لنا عن اللي حصل في تونس، وعمليه السفر المبكر، وعمليه عدم الانضباط هناك، وحاجات كتير جدا. اللجنه هي اللي هتقول لنا ده، ومن اخطا لابد ان تكون عليه عقوبه، وعقوبه واضحه. يعني لا يعفى منها احد ترك اتحاد الكوره، ولا يعفى منها جهاز فني حتى لو مش اشتغل او استقال او قيل او ايا كانت الامور. يعني مش معنى ان انا ابقى كابتن ربيع ياسين قال ان هو هيطلع خلال الايام اللي جايه، منتظرين الكابتن ربيع ياسين طبعًا. نتمنى ان الكابتن ربيع ياسين يطلع ويوضح لنا ويقول لنا ايه السبب اللي حصل ده. هو قال انا هكشف المستور في هذا الامر. صحيح، إذا كشفنا المستور ده يبقى شيء مهم جدا. بس حتى الآن الكابتن ربيع ياسين لم يذهب إلى التحقيق المفروض يتم، لكن أنا عندي معلومات إن هو قريبا سيستدعى رسميا إن هو يروح يتحقق. بس برضه أنا عندي تحفظ على كلمة تحقيق، لأن كلمة تحقيق في مجملها إن أوريدي أنت يعني استماع لأقواله يا كابتن. يعني خليها كلمة، خلينا نتكلم رؤية الكابتن ربيع إيه، يقدم تقريره. طب حتى الآن طب بص يا كابتن، حتى اللحظة اللي أنا مع حضرتك فيها لا رئيس البعثة قدم تقريره، ما كانش في رئيس بعثه، ولا رئيس البعثه اللي لحق بعدين. هو طب دي مشكله دكتور جمال، يعني ان البعثه تسافر من غير رئيس ده مشكله، وليه دور في الموضوع ده ان البعثه تسافر من غير طبيب في الايام الصعبه اللي احنا عايشينها دي مشكله. ان المدير الفني كمان ما زال كابتن ربيع لم يقدم تقريره، يعني للجميع كل التقدير والاحترام. طيب، لكن مصر فوقنا كلنا، ولابد ان يتحقق في الموضوع ونعرف هل كان في اسباب قصور ادت الى ده، ولا احنا المنتخب الوحيد اللي كورونا اختارتنا من بين الخمس منتخبات. كان في حاله واحده بس في تونس، يعني كورونا لفت على مصر من سابت الخمس من سابت تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وراحت ل 17 لاعب من مصر. ليه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه ان شاء الله، هنعرفه يعني الايام اللي جايه. ودايما لقائك ممتع حبيبك، ودايما بنستفيد منك يا استاذ محمد، وان شاء الله على لقاءات قادمه قريب جدا في البيت الكبير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير. بعد الفاصل الكابتن الكبير خالد جدل. برحب بحضراتكم، فقرتنا الأخيرة في البيت الكبير مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار السابقين اللي شرفونا طبعا قبل كده، وكانت ليهم الحقيقة بصمته الواضحة مع الأهلي على مدار سنين طويلة. النهاردة بنتكلم معاه عن مباراة الأهلي مع فريق سونوديب بطل النيجر، وتحليله الفني الخاص طبعا من كل الوجوه. كمان هنمر معاه على كل ما يهم النادي الأهلي في الفترة الحالية. النهاردة في البيت الكبير كابتن خالد جدل، اللي بنستمتع الحقيقة دايما بآرائه التحليلية ورؤيته الفنية. يا كابتن خالد أهلا بيك في بيتك. أهلا بيك يا سيام، وأهلا بيك يا هاني. منورنا يا كابتن بجد، منور بيكوا وسعيد بيكوا على طول. ربنا يخليك يا كابتن دايماً. منورنا دايما في البيت الكبير، ودايما ليك رؤية فنية مختلفة شوية. يعني حضرتك مدرب كبير، ويمكن خبراتك كلاعب وخبراتك كمدير فني ومدرب كبير بنستفيد منها كلنا. حضرتك أكيد تابعت النهاردة مباراة النادي الأهلي مع سونيديب في أول مشوار إن شاء الله النجمة العشرة. شفت المباراة إزاي يا كابتن؟
هو طبعا ألف مبروك لفريق النادي الأهلي ومبروك علينا للفوز بلقاء خارج ملعبنا. أيه. ولقاء صعب مش من ناحية ان احنا بنلعب فرقة جامدة، فرقة متوسطة المستوى، فرقة سوني ديب بطل النيجر، ولكن الظروف الخارجية من ناحية الملعب، من ناحية الجو، من ناحية الكورونا، من ناحية التحكيم، كل دي ظروف لازم غيابات برضو مؤثرة شوية. الغيابات معلش انا يعني اتفضل طبعا النهارده الناس كتير قوي اتكلمت في الماتش، فانا لازم اقول كلام مختلف يعني مش هعترض. دايما بتقول كلام مفيد يا كابتن بجد والله. هو يمكن الغيابات النهارده او اراحة اللاعبين كان من سببها الاساسي مباراة الزمالك اللي كانت هتلعب يوم الاثنين، يعني ده سبب رئيسي من الاسباب. انا طبعا في حاجات الواحد بيحسها لان ده شغلنا صحيح. ففي مباراه زمالك يوم الاثنين ملعب وحش، انا مش عايز اغامر، وفرقه برده مستواها الفني مزبوط. متوسط، فمش عايز اغامر بكل الاوراق الرابحه اللي عندي، فيعني في فرصه كويسه ان انا اريحها، مثال علي معلول يعني مثال، مش عايز اجيب اسامي، ولكن هو ده كان الاساس. ولكن في نفس الوقت احنا كسبنا بقى من منطلق التفكير ده، احنا كسبنا ان احنا في فرص اتخذت بالنسبه للعيبه جديده، لعيبه لعبت اول مره، هتدي فرصه للجهاز الفني ان هو يحكم على مستواها واحنا نحكم على مستواها. وانا برضو في لعيبه انا من هنا عايز ازقها شويه، يعني لازم يشدوا حيلهم شويه عشان زي مين يا كابتن؟ انا مش مهم مين، بس في لعيبه. انت مدرب كبير وليك رؤيه، وعلى يعني فكره الانتقاد الايجابي محدش بيزعل منه يعني. وحيد محمود وحيد لازم شد حيله شويه، يعني مش يعني لو هو عايز يحط نفسه في الـ في الـ في الكورنر المنافسه بس مش هينفع، يعني لازم يدوس على نفسه، يدوس على نفسه شويه، لان فانيله النادي الاهلي كبيره، ومش اي يعني مش عايز اقول ايه، طالما انا ارتضيت ان انا البس فانيله النادي الاهلي يبقى مش هرتضي لنفسي ان انا ما يكونش لالي دور كلاعب اساسي. فلازم اقاتل وادافع عن نفسي وعن مستوايا، واحاول ان انا اثبت نفسي بحيث ان انا لو نمت شويه هلاقي نفسي ان انا ملياش دور. ومع الوقت هتحط في حته تانية برضو مش كويسه. فلازم اي حد هياخد فرصه من خلال ان هو لابس فانيله النادي الاهلي لازم يدوس على نفسه شويه طبعا. ولازم يثبت نفسه شويه. صلاح محسن لازم يدوس على نفسه شويه، انت جاي ورجعت من اعاره وكنت بره بتظهر بشكل كويس، انا جيت النادي الاهلي لازم امسك بقى في الفرصه بس دي. دول يا كابتن خالد احنا بنتكلم على خمسه يمكن من اللعيبه اللي بيشاركوا لاول مره في البطوله الافريقيه، انا هاجي عند ده بالتفصيل، بس الاول عايز اتكلم عن مواجهه الاهلي مع سونديب. واحنا بنتكلم عن يعني مش بسبب قوه المنافس، احنا طبعا يعني بنتكلم عن ظروف صعبه حوطه النادي، يعني يمكن انا كمان يا جماعه مع اتنين من يعني من النجوم الكبار دلوقتي اللي عاشوا أسوأ من الظروف دي، يعني انا يعني اكيد عشت أسوأ من الملاعب اللي شفناها النهارده، اكيد عشت في مناخ. شفت انت كابتن سعيد الشيشيني وجمال سالم كانوا بيتكلموا يعني طيارات كانت هتقع وفي يعني حاجات كتيره جدا، انا متاكده ان انتوا عشتوا اصعب من ده، بس انا بتكلم عن في ظل الظروف الصعبه دي اللي مر بيها النادي الاهلي النهارده اثر بشكل على اللعيبه، يعني وانت بتتفرج على الماتش اثر عليهم بشكل طبعاً او باخر. الملعب اثرت بشكل كبير جدا. ما انا مش عايز اتكلم على الاداء او نقيم الاداء لان ظروف ارضيه الملعب ما تسمحش بعرض كويس. ازاي التاثير ظهر؟ لا قول لي كابتن خالد التاثير ظهر بقى ازاي، يعني ازاي؟ مش بتكلم على نجيله، مش بتكلم على جو كره القدم يا سهام، الاستلام والتسليم طبعا، الباص وازاي توقفي الكوره، طب هتباصي صح ازاي وتستلمي الكوره صح ازاي مع سوء ارضيه الملعب دي في ملعب زي ده. فمش عايزين نتكلم عليه، احنا نتكلم على ان احنا كسبنا ودي نتيجه كويسه جدا. وانا سمعت هاني في الانترو وانتوا في الاول ده الفوز رقم 40 للنادي الاهلي خارج ملعبه على مستوى القاره. طبعا ده حاجه تاريخيه يعني طبعا تاريخيه. انا افتكر بقى على ظل يعني في الظروف اللي كنا بنلعب فيها بره في افريقيا على ايامنا بقى في الثمانينات كانت ظروف اصعب من دلوقتي حتى طبعًا. من قبل هاني شويه يعني. وكابتن هاني كمان طبعا اكيد يعني لا انا مش عايز اعجب هاني ده بيحكي لا كانت الامور كان وكل ما ترجع لورا تكون الامور اصعب شويه. انا فاكر كنا بنلاعب ابالوهيا بطل كينيا في كينيا ده كينيا دي وكان الملعب غرقان ميه، الملعب مطر رهيب جدا والكره ما بتمشيش، يعني عارف تيجي تبص كوره على الارض هنا ما بتمشيش. كابتن خطيب طبعا بقى الموهبه الفذه الاسطوره الكبيره جه قال لي بص يا خالد احنا مش عايزين نعلي الكوره نلعبها كاننا بنلعب فولي، يعني بص شوف الفكر وشوف الموهبه
وشوف احنا كنا بنقدر نتغل يعني الكلام ده ما فيش مدير فني قاله لنا لا ما تلعبش على الارض العب الكره حاول فكابتن الخطيب كان بيجي له الكره بيرفعها لا بيرفعها من الارض يلعبها هو يقف على فخذ يلعبها وهي عاليه مش عايزين الكره بقدر الامكان ما تلمس الارض فكانت الظروف طبعا صعبه جدا الله يكون في عون اللعيبه النهارده الملعب وحش جدا احنا من اهم المكاسب ان مفيش حد اتعور يعني اللعيبه طلعت كلها سلام الحمد لله والمكسب طبعا 1-0 خارج ملعبك ده يريحك كتير جدا ولكن احنا في الماتش الثاني باذن الله هنكسب بنتيجه كويسه ومريحه أكيد. لان طبعا اللعيبه بتاعتنا على مستوى عالي جدا وهتأدي بشكل كويس جدا والفرقه الثانيه مستواها متوسط. انا بحييك اولا كابتن على النقطه المهمه جدا محدش قالها غير حضرتك وانا بتفق معاك تماما ان يمكن كانت الرؤيه في راحه اللعيبه لمباراه الزمالك اللي كان مقرر ليها انها تقام يوم الاثنين اللي جاي دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي حضرتك برضو اتكلمت فيها ان ده استعداد بقى لعوده يعني عوده النادي الاهلي للدوري واحنا هنقابل مباراه اعتقد انها مباراه صعبه امام الاتحاد لكن خلينا بمباراه النهارده من رؤيتك الفنيه شايف كان افضل حل ان احنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب ديانج وحمدي واكرم لتعويض رقم 10 قفشه ولا كان انت كنت شايف الامور كانت ممكن تمشي بافضل من كده لا هو مش لتعويض قفشه هو الثلاثة ديفندر في نص الملعب بس في مهام هجوميه شويه زياده لديانج والحمدي فتحي بالذات في الكور الثابته بيطلع ولكن هو النادي الاهلي بيلعب ثلاثة ديفندر في نص الملعب ثابتين وبيلعب بثلاثة فراوده ثابتين وهي دي خطوره النادي الاهلي انا مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي كتير عشان ما اكشفش يعني ما اقولش لا طبعا يعني احنا بنحلل المباراه النهارده انما النادي الاهلي النهارده ما كانش في احتياج لرقم 10 ليه لان هو مثبت كهربا قدامه محمد شريف وطاهر والثلاثه سرعة جدا والثلاثه بيلعبوا على الجون وانا كنت عايز اتكلم يا كابتن هاني في حته ايه اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي عن اللعيبه المحليين في مهم في جدا معظم طبعا هم حاجتين بغض النظر عن الاداء الفردي او الامكانيات الفرديه دي هقولها اخر حاجه ولكن في حاجتين مهمين جدا هم اللي مدين النادي الاهلي تقل ومدينه قوه نمره واحد الوعي الخططي بالنسبه للعيبه مرتفع جدا يعني كل واحد بيلعب في مركز عارف واجبات المركز ده ايه سواء كانت الواجبات هجوميه او دفاعيه مزبوط. وعارف المساحات اللي بيتحرك فيها حافظها وانا بهاجم لازم اكون فين وانا بدافع اكون فين دي مديه النادي الاهلي تقل جامد جدا وده في كل لحظه من لحظات المباراه كمان يعني على طول بالظبط يعني معظم الماتش صحيح. يعني لو قلنا الماتش مثلا 90 دقيقه الكره في اللعب 60 دقيقه او 70 دقيقه منهم 60 دقيقه لعبت النادي الاهلي حافظه ما بتسرحش نمره 2 التمركز كل واحد طبعا انت كابتن ومدير فني طبعا على مستوى عالي انت في نقط لازم اللعيب بيوصل لها لو انا بلعب مثلا هاف باك ناحيه اليمين وانا بهاجم في نقط لازم اوصل لها صحيح وفي وانا بدافع نقط لازم اكون موجود فيها النادي الاهلي 10/10 فالحاجتين دول بيميزوا لعيبه النادي الاهلي عن كل اللعيبه في كل الانديه المصريه ده بجانب طبعا زي ما حضرتك قلت الفروق الفرديه نمره 3 بقى نخش في الفروق الفرديه والحلول الفرديه والمهاره والامكانيات اللي بتفرق ولكن الثلاثه دول الثلاث اسباب دول بيدوا تقل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي ده حقيقي ده حقيقي احنا بنتكلم عن اللاعب 10 بس افتكر زي ما حضرتك قلت يمكن كهربا ادى الدور ده بشكل جيد ان احنا النهارده يعني ما كانش كمان في الخطه في اساسي للمركز ده صح لا مش هو بنتكلم. ما كانش موجود ما كانش موجود اساسي رقم 10 رقم 10 بالستايل بتاع قفشه او مثلا عبد الله السعيد الستايلات دي لا اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي اللي ممكن يقوم بالدور دون لو قفشه مش موجود ناصر ماهر صحيح. يعني هو اللي ممكن يلعب في الحته دي كهربا ما يقدرش يلعب في الحته دي كهربا لازم على الطرف ولازم هو فيرود يعني او راس حربه تاني ما لعبش في المركز ده بس ما اداش يعني بشكل جيد ولو بنسبه لا ادى بشكل جيد بس مش رقم 10 مش رقم 10 كمهاجم ما الخطه ما فيهاش مهاجم هو النادي الاهلي النهارده كان بيلعب ثلاثه مهاجمين طاهر وكهربا ومحمد شريف راس حربه وطاهر فهم ثلاثه متقدمين قالوا ديانج بقى لما بيتقدم تمام وبعدين لعيبه النادي الاهلي كورتهم كلها كويسه يعني بيعرفوا برضو يعني بقدر الامكان بيعرفوا صحيح. ينقلوا بيعرفوا يباصوا كويس فما كانش مهم قوي في ماتش زي ده بالملعب بسوء حاله الملعب
ان انت دوري على رقم 10 لان انت مش عايز صانع العاب يعني. الكره مش هتمشي على الارض بالظبط. انت عايزه باقل عدد من التمريرات ازاي توصلي للمرمى الفريق المنافس. عايز اتكلم مع حضرتك بقى على اللعيبه الخمسه او تقريبا اربعه، مش هحسب بدر بانون يعني مش هحسب بدر بانون كمان محمد شريف، بس محمد شريف كم اللي عايز اتكلم عن دول اول مره ليهم اول تجربه في البطوله الافريقيه. بنتكلم على لعيبه هل خاطر بيهم موسيماني، نتكلم على طاهر اكرم صح، بنتكلم على بيكم احمد رمضان، يعني عدد من اللعيبه خطر بيهم موسيماني، خاصه انه النهارده بيقود الاهلي من يعني من وهو هنا في مصر، ولا شايف تجربتهم النهارده كانت عامله ازاي؟ لا تجربه ناجحه، وهو ما خاطرش ولا حاجه، لا بالعكس هم لعيبه مستواهم كويس، هو عايز يديهم عشان يقدر برضو يحكم ويقيس امكانياتهم على يعني على ارض الواقع بيشوفهم. وأدوا بشكل كويس جدا، أكرم النهارده عمل ماتش كويس جدا، جري أيه. كتير جدا، عمل مجهود رهيب، وهو أكرم يعني إجادته إن هو بيلعب عارف إمكانياته. كنت لسه هسألك على أكرم، أنت شايفه باك يمين ولا شايفه وسط ملعب؟ لأن في بعض الماتشات كان بيلعب أكرم لاعب باك يمين، وشفنا كمان عايز أكلم حضرتك في نقطة بيكم إحنا يعني شفناه في المنتخب الأولمبي وهو سيرد باك كويس، النهارده بيلعب ناحية اليمين بيأدي بشكل مش وحش كويس. رؤيتك للاثنين دول بالذات في مركز الباك اليمين، يعني انت شايف اكرم يؤديها افضل، بيكم بيؤديها بشكل مناسب، ولا دي مجرد موسيماني وجهازه الفني بيشوفوا بدايل وبيشوفوا حلول انك يكون عندك لعيب بيلعب اكتر من مركز؟ بالظبط، لا هما بيشوفوا بدايل وبيشوفوا حلول وبيشوفوا يعني هل اللعيبه دي تقدر تلعب يستخدمها في اكتر من مركز. لا بس بالنسبه لاكرم لا اكرم انا شايفه هو وسط مدافع بس، هو ملوش يعني ملوش مركز تاني، يعني ملوش مركز تاني ممكن يلعب فيه، ممكن يلعب، ولكن انا بتكلم بدرجه الاجاده لا يعني هيلعب باك رايت هيلعب، بس مش هيدي لك بقى نواحي هجوميه واوفرات وتغطيه من الجانب العكسي وكور عاليه يطلع يعني في هو هيلعب، ولكن مش بنفس مستوى الاجاده لما يكون عندك ظهير ايمن ممكن ايمرجنسي يعني في اوقات طارئه ممكن 10 دقايق يقف فيها يشتغل فيها، انما مش هتطلب منه الكمال يعني، ولكن هو كديفندر هو متفوق لان مجهوده كبير جدا، التايمنج بتاعه في الدخول واستخلاص الكوره، وهو ده اهم حاجه بالنسبه لاي لعيب بيلعب ديفندر، نمره واحد التايمنج بتاعه في الدخول مظبوط، ازاي امتى بيختار الوقت ان هو يقدر يهاجم اللاعب اللي قدامه عشان ياخد الكوره، وفي نفس الوقت بس انا عندي ملحوظه بس في نفس الوقت ان هو يقلل من الفاولات كتير، امال مين يعني ازاي يستخلص الكوره بدون ما يعمل فاول عشان ما يقعدش ياخد انذارات. امال مين اكتر لاعب عجب النهارده كابتن خالد جدالة بعيدا عن ديانج؟ لا. طبعا يعني مش عارفه تتفق ولا النهارده ديانج متالق بعد عودته كمان من الاصابه. لا هو الهدف بتاع ديانج هو اللي حلو قوي. طب تمام، انا بتكلم مين بقى اللاعب اللي عجبك؟ لا هم كلهم النهارده كانوا كويسين وكلهم بنفس الحاله اكتر لاعب. لا ما كانش في حد مميز قوي لسوء حاله الملعب. نعم. الملعب ما يديكيش يعني مش ما يديكيش فرصه ان انت تتكلمي على حد مميز في الاداء، لا في المجهود ماشي، في الجري ماشي، في الالتحامات ماشي، في استثمار الفرص. فهو النهارده المكسب ان انت كسبتي الماتش بره ملعبك، المكسب في اللعيبه الكتيره اللي لعبت جديده اول مره بتاخد فرصه، المكسب ان طلعنا من غير اصابات. فانا نجم الماتش النهارده الهدف بتاع اللي جابه ديانج النهارده، هدف ديانج هو نجم المباراه. طبعا لان هو الهدف مش سهل برضه، كره على هاف فولي وعلى رجله الشمال، وممكن مش اي حد يقدر يعني. وخاصه واحد دايما متاخد ان الديفندر او اللاعب الديفندر ده بيكون مهاريا بالظبط مهاريا من ناحيه التصويب والكلام ده بيبقى قليل. طيب النقطة اللي عايز اخد رأي حضرتك فيها، واكيد انت حضرتك مدرب كبير وعارف كل ما القماشة وسعت عند حضرتك لا بيكون عندك اريحية في اختيار اللعيبة، عندك اريحية، وخاصة النادي الاهلي هيلعب بطولات كتيرة منها ان شاء الله بطولة السوبر المصري والافريقي وداخلين على الكاس العالم للاندية، ان رجوع طبعا الاعارات مع انضمام بدر بنون واحمد بيكم وطاهر محمد طاهر، اعتقد ده خلى فيه اريحية للجهاز الفني في اختيار اللعيبة بشكل كبير فيه يعني. طبعا بشكل كبير جدا، لان انت بتلقى النادي الاهلي بيلعب على كذا بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، بطوله افريقيا، رايح كاس عالم انديه، انت محتاج لعيبه. وانا دايما بحترم المدير الفني، يعني انا في قصه يجي يقول لك ثبات التشكيل، انا الكلمه دي ما بحبهاش لا خالص، لا ثبات تشكيل يبقى خلاص نخلي الفرقه 14 لعيب وبلاش الصرف ده كله، يعني ما انا مش هينفع ان انا مثلا يبقى عندي 30 لعيب بصرف عليهم عقود ومش عارف يعني وات ايفر بقى كام، 50 مليون جنيه 100 مليون جنيه في السنه، واجي العب 11 واحد بس.
طب ما انا خلاص ماشي اخلي الفرقه 15 لا اخلي الفرقه 15 محترف بديهم فلوس وخلاص الباقي اطلعهم من الناشئين يعني اوفر فلوس يعني هي عمليه كره القدم دلوقتي احتراف وبتتقاس بكده فطالما انا ارتضيت ان انا عندي نجوم وبشتريها بفلوس لازم استفيد منها بس الروتيشن يا كابتن برضو محتاج وقت معين مش في الحدود بالظبط في الحدود ما هي دي ما هي يعني انا بصعب انا كده بصعب على المدير الفني هي مش روتيشن بمعنى ان انا كل ماتش هلعب ب 11 لعيب جداد لا امتى انا هحط نمره واحد انا الكلام ده هعمله بناء على امكانيات الفرقه المنافسه اللي انا هلعب ضدها مظبوط فاقدر اشيل دون واحط ده واشيل دون واحط ده وخلي بالك دلوقتي يعني الكوره ما بقتش مفاجآت زي زمان لا الفوارق في الامكانيات الفنيه لا بتبان يعني انت من الاول لو انت بتتفرج كويس وعينيك كويسه وما بتتخمش في لعيب لا هتقدر تقيم نفسك كويس قوي وهتقيم اللي قدامك كويس قوي فمش هتتخم مش هيحصل فيك اي ريسك يعني زي مثلا اللي في العاب القوه مثلا 100 متر دي ارقام مش يعني مش واحد هيبقى بيعمل بيجري 100 متر في 13 ثانيه هيكسب اللي بيجري 10 ثواني عمرها ما هتحصل كده فهي في الكوره دلوقتي كده يعني في الكوره دلوقتي الامكانيات بتاعه اللعيبه واضحه وفارقه هي بتبقى محتاجه العين كويسه اللي تقيم امكانياتك انت كويس لعبتك وامتى تستخدمها وقدام مين تستخدمها وتقيم الفريق المنافس في امكانيات لعبته طيب كابتن خالد قبل ما نروح بقى الماتش العوده مع سونديب الشهر اللي جاي ان شاء الله عايز اتكلم مع حضرتك عن شعبيه الاهلي في افريقيا مش بس النيجر النهارده معانا حالا يمكن فاروق صلاح زميلنا من النيجر كان بيتكلم عن مدى شعبيه النادي الاهلي في افريقيا وتحديدا في النيجر بس انا عايزه حضرتك تكلمني عن اللي حضرتك شفته وعايشته بنفسك لما كنت بتلعب البطولات في اي دوله افريقيه كنت بتشوف شعبيه الاهلي ازاي كبيره جدا شعبيه النادي الاهلي على مر الاجيال وعلى مر الازمنه لا كبيره جدا النادي الاهلي نادي القرن الافريقي اقوى نادي على مستوى القاره الافريقيه على مر العصور بدءا من الثمانينات التسعينات والالفيه ودلوقتي فطبعا شعبيه النادي الاهلي كمان ببطولاته ما هو بره الشعبيه دي بتيجي من ايه من البطولات فبره الراجل مثلا انا اتفرجت على لقاء مع رئيس النادي بتاع سوني محمد شيقة سيد محمد شيقة يعني احنا بنلاعب بطل القاره طيب ما هو من البطولات هو عارف يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه البطولات اللي خدها قال لك حظنا سيء يعني وكده وده فشعبيه النادي الاهلي طبعا كبيره جدا 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 يعني وكنتوا بتقابلوا ازاي ده كابتن انا يعني قول لنا كواليس كده ساعه ما بتنزلوا يعني في اي دوله افريقيه بيبقى استقبال انا عارف يعني استقبال الجماهير ازاي في بيبقى شكل عدائي شويه وهنكسبكم ويقعد 3 4 وفي ناس بتبقى بتيجي وتتصور مع حضراتكم يعني بقول لكم النجوم الكبيره يعني بس ده كان بيحصل بعد الماتش بعد الماتش تلاقي على طول كده وبتاع بعد الماتش بقى يجوا يتصوروا الشعوب الافريقيه كلها جميله جدا صحيح ده فعلا وطيبين جدا ومحبين جدا لمصر وبالخصوص النادي الاهلي على مستوى كره القدم بيحبونا جدا وعارفين كل النجوم يعني كابتن الخطيب مثلا لما كنا بنروح الناس كلها بتصور معاه اكنه في مصر يعني يمكن هنا الناس ممكن تتكسف مثلا تروح تصور معاه ولا لا بره في افريقيا مين اللي بيتكسف يتصور مع بيه يعني عشان ما ما كابتن خالد يتكسفوا ان هم مثلا يتعبوه او لا انما بره بيروحوا على طول ويتصوروا معاه شعبيه رهيبه بعد الفاصل هنكمل مع حضرتك في البيت الكبير وكلام كبير جدا عن مباراه النادي الاهلي مع سونديب النهارده والشهر الجاي باذن الله في العوده البيت الكبير رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير خالد جد الله منورنا يا كابتن مره ثانيه ومستمتعين بحضرتك ولقائك كنا بنتكلم على طبعا مشوار ان شاء الله النادي الاهلي في الدوري بدايه ان شاء الله يوم الاثنين مع مباراه اعتقد مباراه صعبه على المستوى كمان مش الفني لكن على المستوى الاداء نادي الاتحاد في الفترات الاخيره بيأدي بشكل كويس خاصه امام النادي الاهلي في قبل النهائي كاس مصر رؤيتك ايه للمرحله الجايه بدايه من مباراه الاتحاد السكندري مباراه الاتحاد هتبقى يعني مش صعبه غلسه غلسه يعني بلغه الكوره كده بالظبط يعني بلغه الكوره هتبقى غلسه لغايه لما النادي الاهلي باذن الله نقدر نجيب جول يعني النادي الاهلي بالذات في مباراه الدوري كل لما يبقى الاهداف تبقى بدري الماتشات هتتفتح لان هي المشكله ان كل الفرق على مستوى الدوري اللي بتقابل النادي الاهلي بتنزل بتلعب ديفنس بنسبه 95% صحيح. يعني النواحي الهجوميه تكاد تكون معدومه
فبتبقى العمليه صعبه جدا ان انت بتلاقي فرقه كلها ما بتهاجمش عليك، ما فيش مساحات، كلها متكتله، فانت طبعا بتبقى يعني المفروض يحصل فيه يبقى تنوع في الاداء الهجومي، انت بتعمل اختراقات من على الاجناب وبتشوط من نص الملعب وبتخترق من نص تقدر تفك اللوغاريتمات الدفاعيه دي. فبمجرد النادي الاهلي باذن الله يجيب جون الدنيا بتتفتح، لان الفرق بتبتدي تهاجم عشان تبتدي تعوض، ده وضع طبيعي. ولكن فرقه الاتحاد حسام عامل شغل كويس جدا، وحسام دايما بتلاقي الفرقه اللي ماسكها من النواحي البدنيه فت قوي، من السمات الاراديه عندهم سمات اراديه عاليه قوي. نادي الاتحاد جايب سيسي هايل، عامل مستوى رهيب جدا يعني في كل ماتش بيتألق، ولعيب سنه صغير وبيهدف، عارف سكة الجون. فرقة الاتحاد جابت لعيبة على مستوى كويس، ده صحيح، ولكن الفروقات كبيرة، بس بإذن الله طبعا. لعيبة النادي الأهلي كمان الميزة اللي فيها ان هم بيقدروا يفصلوا، يعني بيطلعوا من مباراة في بطولة افريقيا داخلين على الدوري، بيفصل بيقفل الملف ده ويفتح الملف الثاني وبيبتدي يدرس الفرقة اللي هيلعب قدامها وإمكانيات اللعيبة اللي قدامه، وبيقدروا ان هم يعني يمشوا نفسهم كويس. طبيعي طبيعي بالظبط. بس احنا النهارده بنتكلم يمكن عن ظروف غيابات كتيره جدا، يمكن في ظروف صعبه، لكن برضو بنتكلم عن قايمه يعني امتدت ل 40 لاعب النهارده، عندنا 40 لاعب تقريبا في قايمه قرار اللجنه الثلاثيه. بتشوف ده بقى يعني هيأثر ازاي على تنظيم المسابقه؟ احنا النهارده امتى نشوف جدول منتظم للمسابقات يا كابتن خالد؟ لا مش هنشوف. مش هنشوف ليه بس؟ لا مش هنشوف ليه؟ لان احنا اصل الكلام ده بقاله يعني احنا بقالنا 10 سنين اكتر يمكن، يعني احنا بنتكلم كده على طول. يعني انت جدول يبقى منتظم ازاي؟ هيبقى منتظم ازاي؟ يعني لازم يكون منتظم لما يكون اتحاد الكوره ناس احترافيين. انا يعني اتمنى لما يكون في لجنه الانديه المحترفه لما تتكون هي اللي هتكون هي بقى اللي هي المسؤوله عن الكلام ده، فهيبقى فيها المفروض اعتبارات ما تبقاش موجوده. جدول الدوري لازم كل الناس تحترمه، يعني كل الناس تحترمه وتلتزم بيه زي كل دوريات العالم. احنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي، انما احنا كل سنه بنقول نفسنا في جدول منتظم، رئيس لجنه المسابقات يبقى موجود ويمشي ويجي واحد تاني نلاقي هو ده الدنيا. هو ده املنا كابتن، هو لجنه احنا نتمنى رابطه الانديه المحترفه. بالظبط، رابطه الانديه المحترفه هي ده املنا، ويكون ناس بقى محترفين شغالين فيها، ما بيعملوش حساب، بيعملوا حساب بس لصالح الكره المصريه. صحيح. وصالح الكره المصريه هيبقى في ايه؟ في انتظام جدول المسابقه، انتظام المواعيد. طيب جدول المسابقه، وهناخد تقييمك بقى للثلاث اسابيع، احنا في الجوله الثالثه ويمكن بدايه الدوري بدايه موفقه من وجهه نظري على المستوى الفني. رؤيه حضرتك ايه للثلاث اسابيع اللي فاتوا، وخاصه للفرق الصاعده؟ بنتكلم على اسوان، البنك الاهلي، سيراميكا، والتنافس شكله ازاي في الاسابيع الاولى؟ غزل المحله اسف. لا في تنافس، يعني بالنسبه هو الدوري بتاعنا هاني لما نيجي نتكلم عليه بعيد عن النادي الاهلي، الفرق الثانيه كلها في اي ماتش ممكن اي فرقه تكسب اي فرقه. يعني انت قاعد تتفرج، صحيح، اي فرقه تكسب الفرقه اللي قدامها، وممكن الماتش اللي بعديه يعني هو ده الدوري بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى دي قصه ثانيه، يعني النادي الاهلي طبعا هو بيكسب كل الماتشات باذن الله ان شاء الله، ولكن الفرق الثانيه يعني مش معنى ان اسوان كسب ماتشين هيكسب. لا، انت ممكن اسوان السته بونت اللي خدتهم دول اول تلت لا يعني تلت اول بونت ياخده مثلا في اخر ماتش في الدور الاول. حضرتك بتتكلم على الاستمراريه. طبعا هو البطل بتاع بطل الدوري، بطوله الدوري غاليه ليه؟ لان هي عايزه نفس طويل وعايزه استمراريه وعايزه ثبات في المستوى. يعني هو اللي دايما اللي بياخد بطوله النادي الاهلي بياخد بطوله الدوري ليه؟ لان النادي الاهلي ولاعيبته بيبقى عندهم ثبات في المستوى على مستوى الموسم بنسبه 70 75%، المستوى ما بيقلش غير الفرق الثانيه. الفرق الثانيه بتيجي تلاقي ماتش النهارده كويسين قوي، والماتش الجاي وحشين جدا، والماتش اللي جاي نص نص، وبعدين وحشين قوي، وبعدين كويسين، مفيش ثبات ومفيش يعني. فهي دي يعني اسوان كسب فرق، انت لما من قبل الماتش ما تقولش ان اسوان هيكسب. مزبوط. وبعدين البنك الاهلي مثلا لما جه بيلاعب سيراميكا كليوباترا، من فرقتين لسه طالعين، وفي تواضع في اداء الاسماعيلي كمان لسه ما ظهرش بالصوره الاسماعيلي الله يكون في عونه يعني ال 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 فهو الفرق في الدوري ما فيش ثبات في المستوى، وزي ما بقول لك اي فرقه ممكن تكسب اي فرقه.
يعني اي فرقه بتلاعب الفرقه الثانيه هم بس. مفاجاه يا كابتن ان دايما واخدين ان اللي طالع من الممتاز بايه او من الدرجه الثانيه بيبقى يمكن اول ثلاث اسابيع بيبقى فيه تعثر شويه او ما فيش شكل كويس على غير العاده. اعتقد السنه دي ظهر غزل المحله بشكل مش وحش، يعني عنده يعني عدد من النقاط لا باس بيها بالنسبه لاول ثلاث اسابيع. عم نتكلم على سيراميكا اول اسبوعين بيكسب ولسه عنده مباراه، بنتكلم على البنك الاهلي كمان، البنك الاهلي عنده اربع نقاط من ثلاث مباريات. فدي يمكن اول مره تحصل في الدوري المصري ان الثلاثه اللي طالعين من الممتاز به بيحققوا هذه النتائج. ده ياكد لنا ان هناك تقارب في المستوى، حتى اللي طلع مستوى قريب من اللي موجود. يعني ما انا بقول الفلوس ما فرقتش، يعني اكيد التدعيمات فرقت. لا يعني الامكانيات بتاعت اللعيبه انا اقصد، امكانيات اللعيبه فلوس، انا بتكلم على امكانيات العناصر نفسها. يعني الثلاثه اللي لسه طالعين من الممتاز بيه دعموا نفسيهم، بيكسبوا ام بي وبيكسب هنا وبيكسب الانتاج الحربي مظبوط، اللي معاهم مدربين بيشتغلوا بقالهم فتره كبيره وعندهم خبره، فهي ملهاش مقاييس. انا بشبه، معلش يعني مش عايز بس يعني ايه، انا بشبه ماتشات بعيد عن النادي الاهلي، يعني بعيد عن النادي الاهلي الماتشات بتاع الدوري دي عامله زي التقسيمه، هي تقسيمه مفتوحه الفرق مع بعض واللي موفق في اليوم ده بيكسب. الفروقات قليله، يعني خلاص الفروقات بقت قليله ما بين الفرق، يعني قليله جدا. والمفروض بقى يبقى الفروقات برضو في التعاقدات في الفلوس تبقى قليله، لان ما احنا بنشوف حاجات برضو الواحد بيسمع عنها بيتخض صحيح، ما بيلاقيش مردود ليها. يعني ماشي اوكي انا ممكن اخد 10 مليون في السنه، بس بعمل ايه؟ صحيح. لازم تديني حاجه اللي تشجعني ان انا اديلك الفلوس دي، ما تبقاش العمليه يعني مش باينه يعني. طيب النهارده مر ثلاث اسابيع يعني على بطوله الدوري لحد دلوقتي، قيمت يعني شكل الدوري شكل البطوله ازاي؟ لا هي شكل البطوله النادي الاهلي هيبقى فرق كبير، يعني فرق مع مر طبعا مع مر باذن الله مع مر الماتشات مع مرور الماتشات وزياده عدد الماتشات، لا الفرق هيبقى النادي الاهلي يعني في الصداره بفرق كبير والباقي كله بيصارع. احنا السنه اللي فاتت الدوري بتاعنا لما نيجي نحلله في الاخر اهو هاني ضحك لما نيجي نحلل الدوري في الاخر النادي الاهلي بطل طب. تمام ثلاث ارباع الانديه اللي بتلعب بتصارع على الهبوط، مش صحيح. دي حقيقه صحيح. ولا احنا انا ما بقولش حاجه، يعني ثلاث ارباع الانديه السنه اللي فاتت كانت بتصارع على الهبوط. صح على الهبوط. طيب يبقى خلاص يعني خلاص يعني هي العمليه واضحه. الموسم ده مختلف كابتن خالد؟ اتمنى انه يكون مختلف، اتمنى ان يكون في نديه ما بين الفرق، لان ده بيرفع من مستوى اداء من مستوى اللعبه وبينعكس على مستوى المنتخب الوطني. أيوة. يعني يبقى حسام عنده فرصه ان هو بدل ما يبقى بينقي في 20 25 لعيب يبقى 40 لعيب، يعني الدنيا توسع شويه. انا اتمنى ان المستوى يرتفع واتمنى ان يكون في نديه ويكون في منافسه، ولكن يعني انا شايفها صعبه. شايفها صعبه طبعا. ده على مستوى اللعيبه يا كابتن، على مستوى المدربين كنت بتكلم مع حضرتك طبعا، اول يعني مدرب يتم اقالته ريكاردو المدرب نادي الاسماعيلي، شايف الجزء المهم في اللائحه الجديده او القانون الجديد اللي حطه اتحاد الكره ان مفيش مدرب يدرب ناديين في نفس الموسم، ده قرار جيد؟ ورؤيتك للمدربين عامه وخاصه عندنا مجموعه من المدربين الشباب شويه، مش هقول الشباب يعني هم يعني اكتر من الشباب شويه، لكن ظهروا بشكل جيد، يعني بنتكلم على علي ماهر رجع تاني بشكل كويس، يمكن عماد النحاس، يعني احمد سامي في سموحه، بنتكلم يعني بعض سامي الشيشيني مع اسوان عامل شكل كويس. رؤيتك للمدربين المصريين او المدربين الموجودين في الدوري المصري السنه دي؟ انا ببقى سعيد جدا لما بشوف وجوه جديده. وجوه يعني جديده طبعا، لان انت كل ما القاعده بتوسع عندك هتقدر تميز مين الكويس ومين الوحش، وده سعره ايه وده سعره ايه، فغير لما تبقى العمليه مربوطه على خمس ست مدربين عمالين بيلفوا والدنيا بتبوظ، يعني الدنيا بتبوظ من غير ما حد بيدرى. ما هو انا دلوقتي لما بروح نادي ما انجحش فيه وبعدين امشي اروح نادي وانا بعديها بيومين انا لا يعني العمليه الدنيا بتبوظ يعني، واللعيبه يعني السيستم ده لازم يقف. فانا نفسي اشوف في الدوري مثلا عندنا
30 40 مدرب بيشتغل مستمرين مستمرين كمان مستمرية ده شغل ليه؟ لان بره يقول لك مفيش مدرب حتى لو ناجح ما تقعدش مع الفرقه اكتر من سنتين. انت هتجيب كلام جديد منين؟ سنتين ثلاثه بالكثير بالظبط كده. هتجيب كلام جديد منين؟ هتجيب دوافع جديده منين؟ هتقول للعيبه ايه؟ ما هو اللعيب بيستمد قوته من المدير الفني. بس القرار ده في حاله انه تم يعني ما تمش اقالته هو اللي مشي بروحه كده يعني بس في حاله تمت اقالته لا يحق له انه يدرب نادي اخر. موضوع الشغل عندنا ده مرتبط بوكيل بسمسار بعلاقه مع يعني هو يعني بعيد عن الايه الكفاءه دي بتبقى اخر حاجه. نعم. يعني عندك علاقات كويسه ممكن هتشتغل. وانا دايما اقول ايه الراجل اللي بيشتغل في مجال التدريب يبقى ذكي جدا لما يعرف السكه اللي تخليه يشتغل مش ان هو يعرف يشتغل. خد بالك المدرب دي عمليه صعبه جدا يعني شغله التدريب صعبه جدا بس لو هتشتغليها صح وفي نفس الوقت هي سهله جدا ممكن اي حد يشتغلها لو هتشتغليها اي كلام. انا مش هشتغلها اكيد. انت فاهماني؟ لا يعني انا الكلام ده طبيعي يعني انا اتفق معاك تماما يا كابتن. اللي بيشتغل بروفيشنال مهمه المدير الفني بتمتد 24 ساعه في اليوم. انت بتفكر في تمرينه وبعد التمرينه وتقييمك وماتشات ولاعيبه خاصه في مصر. انت عندك كمان مسؤوليات تانية انك مسؤول حتى عن النواحي النفسيه للعيبه. هتكلم ده شويه وتكلم يعني الامور بتبقى صعبه جدا وتقييمها في الاخر. انا متفق معاك ان التقييم المدرب في مصر لا يزال بشويه من المجاملات شويه من الاتصالات علاقات فده ده بيغيب مجموعه من المدربين الموهوبين بشكل كبير بالظبط يعني. واللي بيبقى حاسس عنده ان اللي بيبقى حاسس ان هو عنده امكانيات كويسه بيزهق من الجو ده فيبعد يعني طالما هو كمان مش محتاج ان هو يشتغل. ودي نقطه انا اعرف ناس كتيره جدا مبسوطه مش محتاجه ان هي تشتغل ولكن موهوبه جدا يعني هو مش محتاج ماديا ان هو يشتغل ولكن موهوبه جدا ولكن من ظل الظروف العشوائيه مش قادر يخش في مش قادر يخش فبيزهق فيبعد يعني خلاص بتجيله حاله يعني سوري مش عايز يعني لان مش ده الجو اللي يعني هقول لك حاجه. انا مثلا كنت لما بسافر السعوديه او الامارات او انا رئيس النادي ده ما كنتش بشوفه. انا بروح كل يوم امرن وامشي ما بشوفش حد ولا اعرف مين رئيس النادي. انا بشوفه مره واحده بس امضي معاه العقد وانتهينا. ولا اعرف مين عضو مجلس اداره ولا صحفي ماليش دعوه. انا بروح بعربيتي امرن مع لعبتي ومع فرقتي وامشي. كل اداره مستقله بذاتها يعني ما فيش صله تانية غير أيوة شغل. أيوة. هم ليهم نتائج انت عندك نتائج بتعمليها كويسه والدنيا ماشيه كويس خلاص بتستمري. والله نتائج مش كويسه من غير يعني علاقات ومن غير كلام العمليه سهله جدا. اقول لك لا متشكرين. ده انا جيت في سنه مش فاكر 2008 او 2005 كنت رايح نادي بنياس في الامارات. بنياس طبعا ماسك فرقه الشباب. اوكي كويس يعني فريق الامل اللي هو تحت الفريق الاول. هم كان الفريق الاول لسه كانوا في الممتاز بيه ولسه طالعين الدوري الممتاز. فانا كل يوم رحت في الصيف فعملت تمرين صبح وبعد ظهر. الاداري معايا كان امراه قال لي يا كابتن ما حدش هيجي وبتاع. قلت له مش مهم هنعمل. قال لي ما بيصحوش بدري ما بيطلعوش الصبح احنا نعمل ونيجي احنا. هو طبعا هو مش عايز يجي هو نفسه عايز ينام بس هو كان صاحبي كده. قلت له احنا نروح لو ما جوش خلاص نبقى نقعد بقى نفطر نشرب الشاي نتكلم مفيش مشكله. رحنا مفيش لعيب غايب. لعيب الكوره بيحسك من كلامك. من في لعيب كوره وانت بتتكلم ما يبربش بعينيه يفضل عينيه عامله كده عايز يعني مستخسر يبربش. شخصيه المدير الفني طبعا. اشتغلنا كده قعدت اشتغل قعدت شهر ونص. بعدين كل ما انزل التمرين الاقي ناس واقفه في الملعب الصبح 7 الصبح. طب دول ايه يعني وتليفونات قعدوا كده 3 اسابيع. بعد 3 اسابيع لقيت تليفون قال لي انا فلان الفلاني مدير مكتب الشيخ عمر بن زايد نائب رئيس النادي وهو عايز يقعد معك. رحت قال لي انت هتشتغل في الفريق الاول. قلت له يا شيخ عمر معلش انا عايز افضل مع فرقتي انا بشتغل وفريق الاول ممكن ماتش ماتشين هنخسر همشي. قال لي لا انا عايزك مع الفريق. طلع ان الناس اللي كانت بتجي لي التمارين الصبح دي بيتفرجوا عليك بيتفرجوا بيقيموا شغلك. طلعت السنه طلعت كان جايب مدير فني الماني اشتغلت معاه بيلعب في مونشن جلادباخ ونسيت انا اسمه. اشتغلت معاه السنه عملنا ماتشات هايله
فانا بقى يعني، وده من غير بقى ولا علاقات ولا هو بيقيموا شغلك يا كابتن، بس بيقيموا شغلك فقط لا غير، هو اللي بيخليك لا اما تكمل لا اما تتغير لا اما تقعد. طب كابتن خالد عندنا دقيقه اتفضل. وكنا بنسال قبل الفصل عن مباراه العوده ان شاء الله للاهلي مع سنديب، بتتوقع الماتش هيمشي ازاي؟ لا باذن الله هنعمل نتيجه كويسه وهنقدم عرض كويس جدا يعني باذن الله تعالى، لان فرقه سوليديب مش يعني هي متوسطه المستوى، بيجروا كتير ولكن احنا طبعا هنا بارضيه الملعب كويسه وكره على الارض ولعبنا بقى اللي لا باذن الله هنكسب مكسب كويس يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا يا كابتن. الله يخليك والله نورتنا، ودايما سعيد بوجود حضرتك على المستوى الشخصي، حضرتك قيمه كبيره جدا ربنا خليك. وكمان كلام بره الصندوق ومعلومات بره الصندوق حبيبي ربنا خليك. انا سعيد جدا وانا معاك ومع سيحه. شكرا جزيلا لك يا كابتن خالد. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا في البيت الكبير، بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 لـ1. صباح الخير.